بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن منتخب مصر وأولى المباريات وأول تعثر الحقيقة مع أول مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتعادل إيجابي بطعم الهزيمة أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق. لما تيجي تتكلم عن هذه المباراة بيني وبين حضرتك لازم تفتكر ان هذه المباراة مباراة مش عايزين نفتكرها بكل احداثها بكل سيناريوهاتها. البداية جيدة جدا ولا افضل، الحقيقة بداية رائعة لمنتخبنا الوطني وهدف جميل، ولكن تعثر في نهاية المباراة، تعثر وتعادل ايجابي مع منتخب موزمبيق المجتهد الحقيقة بهدفين لكل فريق. النهاردة منتخبنا الوطني لم يبدأ هذه المباراة أو لم يبدأ هذه البطولة بشكل جيد، سبحان مغير الأحوال. بعد ما جبنا جون تبدل كلنا، تخيلنا كل الواحد قاعد بيتفرج على هذه المباراة، تخيل أن هذه المباراة ستنتهي بعد هدف مصطفى محمد الأول، يعني المباراة انتهت وأن الدنيا أصبحت أفضل وأفضل وأفضل، وكان يجب على لاعبة المنتخب في ذلك الوقت ان هم يدوسوا 10 دقايق ربع ساعه كمان اكتر وبعد كده يستريحوا. ولكن بعدما احرزنا الهدف ضغطنا حوالي 5 دقايق او 10 دقايق بعد كده، وبعدين وجدنا منتخب مختلف تماما عن اللي بدا هذه المباراه. تبدلت الاحوال وتبدلت الامور بشكل كبير جدا، تحول زمام الامور في هذه المباراه لمنتخب موزمبيق، ولاعيبه منتخبنا وجهة نظري ان هم ضمنوا ان احنا هنكسب وهنكسب في اي وقت، لانه بيني وبين حضرتك منتخب موزمبيق منتخب مجتهد، منتخب جيد، منتخب تقدر تقول عليه زي ما انت عايز. ولكن بعد مشاهدتي بقى، انا بتكلم من الناحيه الفنيه، بعد مشاهدتي لهذه المباراه منتخب موزمبيق قول عليه زي ما انت عايز تقول، ولكن في النهايه هو منتخب اقل من منتخب مصر بكتير بكتير، اعتمد على 2 أو 3 لاعبين بشكل فردي فقط لا غير. لكن منتخب موزمبيق راح بكورتين، نجح ان هو يجيب جونين وضيع كورتين تانيين بسبب التغطيات العكسيه سواء من محمد حمدي او من محمد هاني. اضعت اهداف، يعني انا سامع الاستوديوهات التحليليه تقول لك ايه، منتخب مصر اضاع العديد من الاهداف. انا مش شايف فرصه محققه لمنتخب مصر، ممكن أقول فرصة أو 2، لكن هل هناك فرص محققة لمنتخب مصر خلال هذه المباراة؟ أقدر أقول لحضرتك لا. فرص محققة يعني إيه؟ يعني انفرادات، يعني كرات عرضية وجت جنب العرض، مفيش الكلام ده، كلها كرات لم ترتقي إلى أن أنت تقول أن منتخب مصر أضاع العديد من الفرص. تراجع غريب وغير مفهوم الحقيقة وغير مبرر، وحالة توهان لجميع لعيبة المنتخب غير مفهومة لجميع لعيبة المنتخب. هل حضرتك لك ان تتخيل كمصري وانت قاعد بتتفرج مع اصحابك مع قرايبك مع اهلك مع ناسك مع حبايبك، وانت قاعد بتتفرج كده بعد ما الجون الاولاني دخل قلت خلاص هنكسب وهنكسب كتير، وبعد كده ربنا يستر ونعرف نكسب؟ كلنا واحنا قاعدين بنتفرج قلنا هذا الكلام. انا كنت عند احد اصدقائي وهو بيتكلم، واحنا يعني احنا كتير مجموعه من الاصدقاء قاعدين بنتفرج على هذه المباراه، كلنا واحنا قاعدين اللي قام اتغدى واللي قام كل كبده واللي قال كم كل كذا واللي كل عمل كذا، خلاص قلنا بعد الهدف الاول الموضوع هيبقى سهل. لكن بيني وبين حضراتكم فوجئنا بمنتخب عنده مشاكل كثيره جدا جدا. كان لسه كانوا بيتكلموا معايا من شويه فبيقولوا لي اسلام الوضع 1 2 3، قلت لهم انا ما اقدرش اقول اي مبررات لمنتخبنا الوطني كلاعب، يعني قبل كده لعبت في البطولات الأفريقية، لكن أقدر أقول حاجة واحدة بس، أن الرطوبة بتؤثر بشكل سلبي كبير جدا 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 على لعيب، على أي لعيب في شمال أفريقيا. هتقولي هنشوف كده مع الجزائر، هقولك آه. هتقولي هتشوف كده مع المغرب، هقولك آه. لأنه منتخبنا الوطني في هذه المباراة خصوصا مع بداية الشوط الثاني، أنت لياقتك البدنية نزلت بنسبة كبيرة جدا، بنسبة كبيرة جدا.
لكن يعني امور غير مبرره او مباراه غير مبرره وغير مفهومه. مصطفى محمد الحقيقه اللي انا بعتبره احد نجوم المباراه او النجم الاول في هذه المباراه استطاع ان يحصل على ضرب جزاء في وقت صعب جدا. محمد صلاح دخل وحط جون، يعني هو ده الوقت اللي بنحتاج فيه محمد صلاح. محمد كان غايب خلال احداث هذه المباراه تماما، ولكن سجل هدف التعادل، لان احنا كلنا كمصريين قلوبنا كلها وقعت. يعني حتى ومحمد وهو بيشوط الكره شاطها جت في العارضه وقامت معديه على خط الجول وداخله جول، كلنا ما بقينا مش عارفين. لكن هو حقيقه الامر هو تعادل بطعم الخساره، لانه انت هتعمل ايه بقى مع المنتخبات القادمه؟ السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها او البطوله اللي فاتت لما كنا اتغلبنا من نيجيريا، اديك اتغلبت من نيجيريا برضو، لكن ولا اقصد شيء ولا اقصد التقليل من اي منتخب، ولكن عندما تلتقي مع موزمبيق فرص فوز منتخب مصر على موزمبيق فرص كبيره جدا جدا تصل الى 95-99%. لكن انت دلوقتي صعبت على نفسك المجموعه وصعبت على نفسك اللي جاي. تخيل حضرتك، انا بقول لكم سيناريو ممكن يحصل، ليه لا؟ دلوقتي مباراه غانا وكاب فيردي هتبدا خلاص، تخيل حضرتك غانا كسبت، تمام، عندك المباراه اللي جايه انت بتلعب غانا، والناحيه الثانيه موزمبيق بتلاعب كاب فيردي. تخيل حضرتك ان انت لا قدر الله لا قدر الله عملت نتيجه غير ايجابيه مع غانا، والناحيه الثانيه موزمبيق كسبت كاب فيردي، يبقى موقفك ايه؟ هيبقى عندك ساعتها قول نقطه، لو انت يعني اتغلبت من غانا لا قدر الله، وهيبقى عندك المباراه الاخرانيه حتى لو كسبت 1,000,000 او 2,000,000، ولكن هتنتظر نتيجه مباراه ساعتها غانا بقى وموزمبيق. لو الاثنين اتعادلوا يبقى انت بقيت ثالث. تخيل حضرتك السيناريو اللي انا بحكيه لك ده، هل ده ممكن يحصل؟ ممكن جدا يحصل. لكن خلينا الاول نتفرج على مباراه غانا والراس الاخضر اللي هي بدات منذ قليل، وهنشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه، وبعد كده نتكلم عن هذه المجموعه. ولكن بهذا الاداء السلبي وبهذا الاداء لكل اللعيبه الحقيقه، طلع الشناوي بره اللعبه وطلع مصطفى محمد، التسع لعيبه اللي باقيين كلهم سيئين، كلهم سيئين. انا شخصيا اتمنى مباراه غانا وكاب فيردي دلوقتي تنتهي بالتعادل عشان يبقى الدنيا ايه زي ما احنا، وكاننا هنبدا البطوله من المباراه القادمه اللي هي يوم الخميس ان شاء الله. وزي ما قلت لكم افكركم بمباراه المنتخب الوطني في الامم الافريقيه الماضيه، خساره امام نيجيريا ثم فوز وفوز 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 حتى المباراه النهائيه، وصلنا المباراه النهائيه وخسرنا اللقب، ولكن بعد خسارتنا لاول مباراه امام المنتخب النيجيري، وقتها كان كارلوس كيروش هو المدير الفني للمنتخب. عشان كده كل الكلام ده هنتكلم فنيا عن المباراه في الجزء الثاني من هذه الحلقه وكل هذه الامور، ولكن يجب ان يكون هناك دعم لمنتخبنا الوطني، الكل على قلب رجل واحد. عندنا اخطاء، عندنا امور فنيه صعبه شفناها في هذه المباراه عندنا، ولكن انا شخصيا واحد من الناس اللي هيؤذر منتخبنا الوطني لغايه اقصى درجه، وهنفضل في ظهر ومؤازره منتخبنا الوطني، لان الحقيقه يعني ما يحدث من تكاتف من كل الشعب المصري تقريبا او بنسبه قول 95%، وال 5% اللي باقي ما لهمش في الكوره ما بيحبوش يتفرجوا على كوره، بنسبه 95% من الشعب المصري يتمنوا ان منتخبنا الوطني يستطيع ان يفوز. هل اللعيبه مش واصل لها كده؟ انا بقول لحضراتكم ان اللعيبه واصل لها هذا الكلام، لكن بالاداء اللي شفناه النهارده ده زي ما قلت لحضراتكم لا توجد مبررات. يعني انا مش هينفع اطلع اقول لحضرتك مبرر عن ان المنتخب اتعادل النهارده، لا، ولكن اقدر اقول لك الرطوبه في اسك او انا اسف في كوت ديفوار تحديدا صعبه جدا جدا جدا.
ولكن احنا يا جماعه كل اللعيبه دي بتلعب معظمهم باستثناء محمد وصلاح ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش وتريزيجيه والنني، بقيه اللعيبه كلها بتلعب في مصر. فمن الطبيعي جدا ان احنا نبقى عارفين ان ورحنا لعبنا في ساحل العاج كتير جدا. ولكن احنا في ظهر منتخبنا الحمد لله ربنا كرمنا في اخر المباراه بهدف بضرب جزاء، يعني انا كنت اتمنى ان مصطفى محمد اللي يخش يشوطها الحقيقه، علشان مصطفى وجهه نظري ان هو افضل لاعب في هذه المباراه مصطفى محمد، لانه يجب ان يكون هناك زي ما قلت لحضراتكم وزي ما بقول لحضراتكم دائما مؤازره قويه جدا لغايه يوم الخميس اللي جاي في مواجهه مع منتخب غانا اللي انا شايفها مباراه صعبه، صعبه جدا، اختبار صعب للعيبه المنتخب وجهازهم الفني. ولكن انا شخصيا واحد من الناس اللي عنده قناعه كبيره جدا جدا بهذا المنتخب. مباراه وحشه حطها على جنب، مباراه سيئه حطها على جنب، لكن المباراه اللي جايه لا تقبل القسمة على اثنين. عموما قبل ما نتكلم او خلينا نتكلم اكتر في هذه الامور ونروح لاحد خبرائنا في كره القدم واحد النجوم الكبار في عالم كرة القدم المصرية ومنتخبنا الوطني، النجم الكبير كابتن مختار مختار. يا كابتن مختار ازي حضرتك؟ الله يخليك يا اسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ تمام يا حبيبي، الحمد لله. أولاً وحشنا جدا. ربنا يخليك يا اسلام، الله يخليك. ويعني مفتقدين دايما وجودك معانا، ولكن يعني بنستمتع بوجودك أهو معانا. جزاك الله كل خير، ربنا يخليك يا كابتن. يعني كابتن النهارده تعادل ناس كتيرة جدا زعلانة منه، رأي حضرتك إيه؟ هو طبعا مخيب للامان اكيد. نعم. لكن احنا جينا في يعني واحنا مغلوبين وفي اخر الماتش والماتش بيخلص بنتمنى التعادل. صحيح. باي شكل وباي طريقه. والحمد لله دي انا نفسي انا بكلمك على نفسي. انا ما كنتش متخيل ان انا يعني الماتش نبقى مغلوبين وانا هقعد اعمل ايه؟ هفكر ازاي ولا هعمل ايه؟ يعني لدرجه ان انا بقيت متاثر جدا جدا جدا. بس اكيد اكيد زي ما انت قلت في كلامك كده، احنا عندنا مشاكل وعندنا اخطاء، وللاسف للاسف احنا يعني انا بتكلم على يعني معظم الناس اللي ليهم امكانيات في الكوره بشكل كويس، حتى العاديين عندهم تحفظات على بعض اللعيبه، حتى بعض اللعيبه اللي لعبوا. والكلام ده يعني انا كنت بتكلم فيه مع واحد الصبح، يعني سواتك عارف دلوقتي الكابتن مع الصبح مع السواق احنا بنتكلم في الكلام دوت، وقال لي كلام النهارده يعني طبعا انا متحفظ عليه بشكل كبير جدا، قلت له انا كمان متحفظ عليه بشكل كبير واتأثرنا بشكل كبير بسلبيته يعني. هي دي المشكله، احنا زي ما انت بتقول احنا مستنيين لاخر الحدود، لكن مع السلبيات اللي موجوده دي وهي متواجده ومتكرره، واحنا من الاول اتكلمنا في حاجات كتير قوي بالنسبه للفريق، في ناس بتتاخد في ناس ما اتاخدتش وفي ناس ما ينفعش تلعب، يعني كلام في الكوره، بس احنا كمان اهو كلامنا طلع يعني بشكل يعني في ايجابيه واضح، ودي كان السبب من الاسباب اللي احنا عانينا منها النهارده. اهم هذه السلبيات ايه يا كابتن مختار من وجهه نظرك؟ يعني في لعيبه طبعا يعني انا ليه كان تحفظات عليهم من اول ما اتخذت. يعني تمام. انا يعني بصراحه معظم خط الظهر انا ليه تحفظات عليه، خصوصا الحته اللي في القلب. صح. ليه تحفظات عليه كبيره جدا. انت هنا بتتكلم عن حجازي تحديدا. وناس ثانيه. اوكي. يعني كان في ناس اولى منهم واحسن منهم، وبعدين كانوا يجب ان هم يلعبوا النهارده. احنا 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 النهارده في مشكله كبيره جدا. طب احنا لو استمرينا احنا هنعاني المعاناه دي برضه في الماتش الجاي. كل فرق اوروبا افريقيا عندهم قوه وعندهم سرعات. صح. ان ما عندوش الكلام دوت في الحته اللي من ورا دي امر يبقى صعب قوي. امر انت يعني هتبدأها ازاي؟ فده امر يعني مستمر معانا. طب احنا هنعمل ايه؟ امنين الصراحه على الماتش الجاي. في تحفظات برضه على يعني عندنا لعيبه كويسه قوي، بس النهارده للاسف ما جاتش. صح. ما جاتش. ما كانوش موجودين. هل ينفع الكلام دوت يستمر في الصوره الجديده دي؟ وغير كده بقى. اتفضل. احنا يعني شوف الشعب المصري النهارده ملموم ازاي وبيتفرج ازاي ومهتم ازاي. اللعيبه ما هو وصل لها الكلام دوت قبل ما تمشي وقبل ما تسافر وهي عايشه معانا. الله. طب انتوا مش متفاعلين معانا ليه؟
فده امر برضه بصراحه يعني امر مثير لكلام كتير قوي. فده أمر هو ده يعني احنا متواجدين وهنساند وهندافع وهنعمل كل حاجه، بس اللي احنا شايفينه ده لو استمر احنا مش هنقدر نستمر في البطوله، لان البطوله فيها مشاكل كتير جدا عندنا للاسف. يعني ده انا حقيقه يا كابتن، يعني من راي حضرتك ان مثلا يبدا بياسر ابراهيم في المباراه القادمه مثلا مع حد تاني من اللي موجودين؟ والله 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 انا كنت ليا متحفظ على ياسر كبير قوي في الفترات الاولانيه. صحيح. انا دلوقتي قبل ما نبتدي وقبل ما نلعب وقبل ما نرتاح بقول لازم ياسر، لما يكون ياسر في الحاله اللي هو فيها دي. صحيح. ازاي ما يلعبش؟ امال امتى يلعب؟ وامتى انا يعني ايه؟ يعني اتقي الدفاعات بشكل كويس قوي الا اذا كان ناس واقفه على رجليها بشكل كويس قوي. وبعدين غير كده وكده ياسر لاعب مشات اعلى، يمكن ممكن تكون اقوى من المشات بتاعت البطوله لغايه دلوقتي، مش كده؟ صح. طيب ويكون بيأدي بالاداء ده، ازاي انا اسيبه؟ ازاي انا اسيب حسين الشحات؟ ازاي؟ انا مش بتكلم كده والله العظيم عشان الاهلي، لكن انا بتكلم كده للصالح العام، للصالح العام طبعا. ازاي؟ فده حاجات فيها تحفظ، وفي لعيبه استخدمت احنا من قبل ما يمشوا من اليد، احنا بنقول لا فلان ولا فلان ولا فلان، فهم مستمرين. احنا هنتعامل ازاي في الامور ديت؟ هي دي المشكله. فده امر فيه تحفظ كبير جدا جدا جدا. طيب. اتمنى يعني نكون احنا مخطئين، واتمنى ان شاء الله ان كل المشاكل الجايه ديت الناس تبين لنا ان هم احسن من كده بكتير. كابتن مختار، انت دلوقتي راجل لك وضعك، لك اسمك، لك رؤيتك الفنيه. المباراة يعني خلاص سلبيات وامور كثيرة جدا كانت واضحة في هذه المباراة باستثناء مصطفى محمد، انا شايف ان التسع لعيبة الثانية بعيد تماما عن مستواهم، خلاص؟ نعم. المباراة اللي جاية وبعيدا برضو عن مستوى غانا اللي هنشوفه دلوقتي، من راس، خلي بال حضرتك الراس الاخضر متقدم على غانا 1-0 دلوقتي. يا والله انا والله كنت على الماتش بره ولسه جاي، ما اتفرجتش لسه، لسه ما فتحش يعني 1-0 بيقولوا لي دلوقتي اللي راس الاخضر. فبعيدا عن هذه النتيجه وبعيدا عن اي حاجه، المباراه اللي جايه بالنسبه لك هي مباراه مفصليه لهذه البطوله، اذا كنت تريد ان تصل الى نهائي هذه البطوله يجب ان تفوز امام الغانا في المباراه اللي جايه، كيف يمكن ان يحدث ذلك في الاربع ايام اللي جايين دول او الثلاث ايام اللي جايين دول؟ محتاجين غربله كبيرة جدا للفرقة، ومحتاجين بصراحة يعني في لعيبة لعبت في الماتشات اللي كانت القوية جدا 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 اللي هي بتاعت بطولة كأس العالم، اللعيبة ديت حالتها تسمح لها إن هي تبتدي في الماتشات دي بدون بدون انحياز وفي أي كلام. نعم. كان لازم الكلام ده. الكلام ده مهم جدا جدا، لازم نتعامل معاه بكل جدية. في لعيبة يعني اساميها كبيره قوي وحاجه هايله جدا، بس في تحفظ عليه لا، وخصوصا في خط الضغط لازم الامور يعني تتعدل، لو ما اتعدلتش هنخش في متاهه يعني صعبه جدا جدا جدا، مش عارفين هنعمل فيها ايه في اللي جاي. زي ما انت بتقول عايزين نكسب، المكسب مش هيجي الا لتغيير الفكر كمان اللعيبه. احنا عندنا يعني معظم لعيبتنا النهارده مش متواجده، طب انتوا ليه؟ عشان احنا مش بنتكلم في الكوره ولا في الناس، بنتكلم في القلب وفي الجدعنه وفي الروح. لا النهارده ما كانش فيه الكلام ده يا كابتن، النهارده ما كانش فيه الكلام. وبعدين يا اسلام في حاجه لو جبنا جول في الاول هتسيب، طب ما احنا جبنا جول في الاول. صح. طب ما اتعاملناش على يعني ما ركبناش على الكلام دوت ليه؟ وابتدينا نلاقي نفسنا المشي، جبنا جون وعندنا يعني دفاع هايل جدا جدا، فين الاندفاع؟ ما حصلش الكلام ده، مش الشكل اللي احنا يعني نتمناه، لا صعب جدا. احنا في فوره في سيمي فاينل اتردت علينا، كنا 3-4 في خط الضغط ولسه فرقتنا كلها ما رجعتش. صح. مش ممكن، ايه ده؟ معقوله؟ صح. معقوله دي الروح اللي احنا عايزين ناخد بيها بطوله؟ لا لا، امر غير يعني غير طبيعي. وبعدين هل ينفع ان انا اقعد من التايم تايم بتاع نص ساعه العب بس على الكروسات؟ اللعيب طلع يعمل كروس، ما هو احنا بنعمل كروس عشان مصطفى بيلعب بتاعه كويس.
بس هم كمان اطوال كويسه قوي. يعني ازاي نستمر على الكلام ده واحنا اصلا فنياتنا المفروض احسن منهم؟ الكلام ده لما احنا نعمل الكلوبات دي خلاص احنا بقينا متساويين، لكن لما نلعب فنياتنا ونلعب طول على الارض ويبقى في اختراقات من اليمين ومن الشمال وفي تنوع، اكيد ان هو دوت اللي يبان، يعني هو ده اللي يبان معانا. انما كده هتبقى الامور صعبه جدا جدا جدا. نصايح حضرتك قبل المباراه اللي جايه. انا اتمنى ان اللعيبه تقعد مع نفسيها وتعرف ان هم يعني ايه السبب الرئيسي في النتيجه دي. النتيجه دي الحمد لله ان احنا طلعنا متعادلين. تخيل احنا لو طلعنا مغلوبين كانت الامر هيبقى عامل ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يعني فصلها معانا. عايزين نكمل السيزون ده، بس نكمل السيزون ده بينا احنا بقى، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى بيسعى ونسعى معاه. لازم نسعى ولازم نبذل ولازم نبقى جدعان قوي في الملعب ولازم نبقى احسن من كده بكتير جدا. لان احنا افضل، احنا احسن في الكوره احسن. صحيح صحيح. بس احنا ما بدناش ان احنا احسن، لان احنا ما اديناش اللي علينا، ما بذلناش اللي احنا المفروض نبذله. كابتن مختار، تشكيل المباراه اللي جايه من وجهه نظرك؟ لازم يبقى فيه تغيير في نص الملعب ولازم يبقى فيه تغيير في خط الضغط. انا هقول الفيلوت يعني لازم يبقى فيه جدعان احسن من كده، لكن الخطين دول لازم يحصل فيهم تغيير، يعني تغيير بشكل كويس بشكل ايجابي، عشان يعني نحسن في خطوطنا ونحسن في ادائنا ويبقى فيه تنوع في الشغل بتاعنا. لكن غير كده ان احنا لو اعتمدنا على الكورسات من اليمين من الشمال وكل والفرق الافريقيه ما شاء الله عندهم جدعنه وعندهم قلب وعندهم اطوال، احنا دخلنا معاهم في متاهه، احنا اتساوينا معاهم، فنياتنا مش هتبان الا لما نلعب بطوله جماعيه ويبقى في اختراق من اليمين وفي اختراق من اليمين وفي تنوع في الكلام دوت. اكيد ان الكلام دوت هيبقى مهم جدا، مع ان الهجمه لما تبقى علينا لازم نصد يا جماعه في منتهى السرعه، لازم. وده قال ازاي دلوقتي في الكوره؟ قال ازاي في الكوره؟ احنا بنشوف احسن فرقه في العالم اللي هي مانشستر سيتي دي في لحظه ال 11 لعيب يبقوا جوه ال 18 وهي بتطلع عليهم وهم احسن لعيبه في الدنيا. صح. فازاي احنا نبقى متفاهمين بالشكل ده؟ والله يا والله يا اسلام والله والله وانا بتفرج يا نهار ابيض لو احنا اتغلبنا، طب انا يعني هقعد ازاي ولا هعمل ايه ولا افكر يعني وانا خواطر. يعني اتمنى ان شاء الله ان يبقى في تغيير في خط الضغط وتغيير في خط الوسط وتغيير في عقول بقى لاعبتنا، ويعرفوا ان الدنيا ان الناس مستنياها، احنا شعب كبير جدا. وبعدين غير كده وكده احنا من المؤهلين، هل ادائنا ده يأهلنا؟ لا. لازم كل اللعيبه تقعد مع نفسها وتشوف الكلام ده. أنا بشكرك شكرا جزيلا نجم الكبير كابتن مختار مختار، المدير الفني السابق والمدرب العام للنادي الأهلي ولأندية كثيرة جدا، شكرا جزيلا لك يا كابتن مختار على كل هذه الأمور. طيب، من كابتن مختار مختار إلى كابتن رضا شحاتة، خلينا برضو نعرف رأي أحد النجوم الكبار في هذا الأمر وفي هذه المباراة. الحقيقة عندنا كلنا الحقيقة عندنا صدمة من هذا الأداء، لأننا كلنا كنا بنعتبر هذا الجيل واحد من أفضل، وحتى هذه اللحظة بالمناسبة أنا واحد من الناس اللي بيعتبروا هذا الجيل واحد من أفضل الأجيال اللي جات لمنتخبنا الوطني، وبالتالي هم يستحقوا أن يصلوا لأي مباراة نهائية في هذه البطولة تحديدا، ويستحقوا أن هم يكسبوا هذه البطولة، ولكن مش بالكلام ولكن بالفعل من خلال الملعب. خلينا نروح للنجم الكبير كابتن رضا شحاتة. يا كابتن رضا. كابتن اسلام ازيك حبيبي؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام يا حبيبي زي الفل والله الحمد لله. الحمد لله يا كابتن الحمد لله. كيف رايت المباراه النهارده؟ حاجات مختلفه يعني فيها احاسيس مختلفه وتناقض كبير، ان انت عندك فرصه سهله جدا ان انت تكسب الماتش 3-4 مستريح. معلش يا كابتن، ممكن ابدا بشكل مختلف؟ ممكن اسالك سؤال، ايه رايك في 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 منتخب موزمبيق فنيا؟ هو عارف هو عايز ايه. برافو عليك، ولكنه اقل كتير جدا من منتخب مصر، عشان بس بقى اصله انا بقول لك مش هياخد نقطتين، يعني مش هياخد نقط من حد بعد كده. هذا المنتخب ان انت تبقى منظم اقل فنيا واقل كل حاجه، بس منظم وانت عارف حدودك وامكانياتك وبتلعب في حدودها هتكسب وتاخد اللي انت عايزه. انما لما تبقى انت مش حاطط حدود ليك
ومش حاطط نظام ومش عارف انت واقف فين والدنيا بالنسبه لك مفتحه من كل ناحيه، مش هتعرف تكسب. هو ده الفرق. ولكن اللقاء لما يبقى ماشي معايا ان انا اكسب الشوط الاول هدف بدري جدا نفسيا ومعنويا يركبك، وفعلا احنا نفسيا الفرق ما تخافش عليه، الناس بتنقل والامور سهله جدا وده رايح وده جاي والدنيا سهله، دوس بقى اخلص اخلص بقى التاني وخلص اللقاء يخلص. لا انت سيبت الماتش ماشي واحده واحده واحده، اتفاجئت ان انت مغلوب اتنين وعايز تكسب، طب عايز ادوس، ما انت خلاص الدوسه ما بتحصلش في الاخر، عدت مش الاول عدت. الله ينور عليك، انت راجل، احنا لعبنا كوره. حتى حته اللي بيتقال ان هو الحته اصل الرطوبه اصل اللي مش عارف ايه، لا معلش يا جماعه كلكم لعبتوا في افريقيا عارفين، ايوه ما هو هو مصطفى قال هذا الكلام الحقيقه، ولكن يعني كلنا بنلعب يا جماعه. طبعا انا بيني وبينك وانت عارف هذا الكلام وانا عارف هذا الكلام، ساحل العاج من البلاد اللي الرطوبه فيها مختلفه في كينيا وساحل العاج واثيوبيا، الثلاث بلاد دول مختلفين تماما عن اي حاجه، اثيوبيا الاول وبعدين كينيا وبعدين ساحل العاج. ولكن ما انت لعبت يا مصطفى قبل كده كتير جدا مع نادي الزمالك، انت لعبت يا فلان مع نادي الزمالك، كلهم مع نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، يعني اقصد ان كلنا بنلعب في ساحل العاج يعني. بالظبط كده، ده اللي انا اقصده، ان احنا ما تفاجئناش بالاجواء وما تفاجئتش بالاكل مش هيبقى افضل حاجه والنوم مش هتبقى لا ده طبيعي حاجة. الحاجات دي منطقيه وطبيعيه وما تفاجئناش بيها. ولكن احنا كلعيبه في اداره فنيه وفي اداره للعيبه نفسها، مالهاش علاقه بالاداره الفنيه، اللعيبه نفسها جوه الملعب ما خدتش المباراه ولا اداره المباراه بالشكل المطلوب. كيف تدير عقلك في هذه المباراه؟ برافو عليك. ان انا عندي 90 دقيقه صح؟ صح. انت ازاي تاخد ال 90 دقيقة وتقسمها ازاي عشان توصل بأحسن نتيجة بأقل مجهود؟ ده ما حصلش. احنا فضلنا بأقل مجهود طول ال 90 دقيقة، حتى بعد ما دخل فينا الهدفين ما دوسناش برضه الدوسة اللي هي تكسبك. بالعكس الريتم برضه هادي، مش ده الريتم اللي انت تقدر تكسب بيه. فانت عندك مشاكل كتيرة جدا فنية ومعنوية كانت ظاهرة جدا في المنتخب، وماتش سهل جدا، منين انت بتقول الماتش سهل جدا نكسب ثلاثة مستريح وتطلع تلعب الماتش الجاي وانت في افضل حال؟ لا انت دخلت نفسك في حزبة بيرما وفرحنا جدا ان احنا تعادلنا. تخيل احنا وصلنا لنيجي فين؟ الطموح راح منين لفين؟ تخيل احنا يعني كلنا كنا كل واحد فينا قاعد بيتفرج مع اصحابه او مع اهله، ما لما جبنا لما صلاح جاب ضربة الجزاء كلنا قمنا حضرنا بعض وبوسنا بعض يعني على نقطة بقينا فرحانين وهذا يعني. لا انا يا جماعة يعني نفسي من نبطل ان احنا نحط نفسنا في خانة، نزنق نفسنا ونقعد نفرفر بقى ونطلع وهنا ويلا ليه يا جماعة؟ ما الماتش سهل، ماتش سهل قوي كمان. وبعدين في ناس بتلعب مش بالجدية، يعني لازم يبقى في جدية يا جماعة طول الوقت، لازم يبقى في روح طول الوقت، ولازم يبقى في جماعة احنا منتخب مصر، معلش الناس بتقول لك مثلا ما بروحش الاستاد، انا معاك ممكن يكون الناس ما بتروحش الاستاد، بس تأكد ان ما فيش واحد قاعد في بيته مش متأثر وزعلان النهارده. الله طبعا. مفيش يا جماعة، انتوا بتتكلموا على احنا كتير قوي يا جماعة وبنزعل. بنتضايق، لعيب الكورة لازم يبقى عارف ان ده بيحصل حتى لو انت مش شايفني. وبيني وبينك لا صح لو انت كمان معلش نرجع فنيا شويه، لانه انا العشر دقائق الاولانيين دول بالنسبه لي انا جبت الجون وعندي فرصه تانية بعدها. لا ده انا عندي فرصه تانية وثالثه، خلص الماتش في نص ساعه وبعد كده ريح زي ما انا عايز. انقل بقى وتحرك وخد واستهلك الفرقه اللي قدامك. في ميزه، خلي بالك احنا لازم اللعيبه، احنا لعيبه كوره لازم تبقى فاهم ان الماتش اللي جاي صعب. صعب جدا، ده مغلوبين واحد غانا، منتخب غانا مغلوب واحد. لو انا النهارده طلعت بمكسب وهدوء في اللعب مش محتاج اكسب صح، فالبدني ده توفر للماتش اللي بعده. انت يا جماعه لازم، ما دي اداره الماتشات ورا بعض يا جماعه، ما دي البطوله صحيح. انما تخسر كل مجهودك وتخسر كل تركيزك وتحط نفسك في خانه وحشه، كل دي حاجات مجهود هيقرفك بعد كده في الوقت. فانت لازم تبقى ذكي وانت بتدير الحاجات دي، مش حاجات انا شايف احنا بنحط نفسنا فيها ونرجع نشتكي بعد كده من الاجهاد ونرجع نشتكي بقى من سوء الحظ والتوفيق. احنا الحمد لله احنا الحظ خدمنا النهارده لضربه الجزاء في الاخر، الوحيد اللي كان بيحاول مصطفى صحيح. الوحيد صحيح، والباقي كله الى حد ما، بس مصطفى الوحيد اللي بيحارب يعني المجموعه كلها لا بيلعبوا من بعيد ومش دايسين يعني. فانا ده اللي انا شفته النهارده. احنا كلنا متفقين على فكره على هذا الكلام، يعني انا ما اتكلمتش مع كابتن رضا ولكن كلنا متفقين، كابتن مختار ما اتكلمش مع كابتن رضا وما اتكلمش معايا، لكن كلنا متفقين على ايه؟ ان لعيبه منتخبنا الوطني النهارده فيهم عندهم حاجه مخلياهم
بيلعبوا بالراحة خالص، بهدوء خالص، مع انهم مش كسبانين يا جماعة، ده واحنا خسرانين كمان. كلنا متفقين على ان مصطفى محمد هو نجم المباراة وهو الوحيد اللي كان بيحاول. كلنا متفقين ان محمد صلاح بعيد تماما عن هذه المباراة، مش موجود تماما في هذه المباراة. كلنا متفقين ان احنا بنحط نفسنا في حزبة بيرما بدري قوي، بدري قوي، ولا ايه يا كابتن رضا؟ لا، عشان كمان يا كابتن اسلام، انت احنا اتحطينا في المواقف دي وعارفين بالزبط. ان ده يعني خلي بالك، احنا عارفين اللي جاي ايه بقى كمان. انت بتصعب، اما النهارده الحاله اللي كانت حلوه والناس بتضحك وانت داخل المكسب، التمرين بيبقى عامل ازاي؟ فريش والناس بتضحك، انما دلوقتي قصه ثانيه، الشد بدا، يبقى في ضغوط من الميديا برضه. ما انا النهارده انا بهاجم، الناس كلها زعلانه، فبتنتقد الانتقاد ده اللعيب هيسمعه او هيشوفه، فيعمل ضغط على اللعيب. انت في غنى عن كل الدوشه دي، ان انت النهارده طالع ماتش سهل جدا جدا وتكسب وخلاص، والموضوع هدي. انت فتحت على نفسك انتقادات وكلام، لحد يوم اللقاء هتلاقي فيه انتقاد كبير جدا، فده اللعيب هتاثر. على الرغم من ان انت كمان قبل الماتش ده وقبل ما تلعب اولى هذه المباراه، ان احنا الماتش اللي لعبناه النهارده، انا زي ما كنت بتكلم في بدايه كلامي يا كابتن رضا، معرفش حضرتك سمعته ولا لا، انه هذا الجيل من اللاعبين واحد من افضل الاجيال اللي موجوده. انا بشوف ان احنا عندنا منتخب متكامل بنسبه، مفيش حاجه متكامل طبعا، ولكن اقصد ان انت بنسبه كبيره جدا عندك اللاعبين اللي يقدروا يلعبوا دفاعيا وهجوميا بشكل جيد، عندك مدير فني جيد، يتبقى التنفيذ جوه الملعب والروح اللي احنا ما شفناهاش النهارده. بص يا كابتن اسلام، انا شايف ان الفرقه او المنتخب بتاعنا عنده ميزه مهمه جدا. هو ما بيستغلهاش، اللي هي مثلثات في المنتخب متفاهمه وعندهم كوره عاليه جدا، في مثلثات كتيره جدا في الملعب. يعني هاني وصلاح وزيزو ده مثلث خطر جدا. عندك النني او مروان لما بيلعب مع الحجازي وعبد المنعم ده مثلث مهم جدا. عندك الناحيه الثانيه لما فتوح بيبقى موجود مع حمدي فتحي او مع تريزيجيه، ده مثلث مهم جدا. عندك مثلث تاني اللي هو تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى، مثلث دي مثلثات مهمه جدا، بس اللي بيبقوا عايزين تظهر وتتوهج. انما طول ما انت حاسس ان الموضوع عايز الموضوع، خلي بالك الجون بدري، الناحيه دي عندها خبرات، انا مش قادر اصدق ان هم ازاي صدقوا ان احنا خلاص الماتش خلص. الماتش خلص، قالك الماتش خلص. انما شخصيا سيبك من والله سيبك من اي حاجه، انت ازاي لعيب دولي في المنتخبات بقالك الفتره دي كلها ولعيب بتلعب في اوروبا وصدقت ان الماتش خلص بعد الجون الاولاني؟ انت فاهم فاهم الزعل فين؟ صح، ما ينفعش انت تدخل في الخانه دي، ما ينفعش. انت لعيبه كبيره يا جماعه، ما ينفعش انا جبت جون بدري فخلاص وفرصه بعدها خلاص نعمل ماتش سهل، احنا تك تك بنوصل، السلام عليكم. صحيح. لا اخلصوا يا جماعه وما تدخلوش، خلص الماتش وبعد كده ريح زي ما انت عايز يا باشا، عيش بقى يعني. عيش، وانا على فكره احنا بنتلكك والله، لان اي مكسب بنطلع السما بالناس كلها. ما احنا صح، بس برضه خلي بالك في حاجات في التشكيل برضه مش افضل حاجه. زي ايه؟ يا مروان ما ينفعش، مروان ما يبقاش موجود يعني النهارده. ملهاش علاقه، ماليش علاقه بقى بيلعب في يعني مكان مين يعني. كويس جدا، مفيش خلاف، انا من اكتر الناس اللي بحبها. ولكن في حالات كابتن اسلام، انت عارف في حالات مثلا يقول لك اسلام الشاطر النهارده بقى له ثلاث اربع ماتشات، يومين اليومين دول بتوع اسلام الشاطر. صح، فيكمل الثاني افضل، يبقى يكمل ده وقت اسلام، ده اللي انا اقصده. يعني النهارده النني وياسر لازم يبقوا موجودين، مروان وياسر، لازم يبقوا موجودين يا جماعه. والله ما لها علاقه برضه عشان الناس ما تفهمش غلط، بالاهلي ما لهاش علاقه بالناس، كانت وحشه. ولكن انا بقيس للفتره الاخيره اللي الاثنين دول كانوا عاليين جدا جدا، ما ينفعش خليهم خليهم يكملوا في العلو. برافو عليك. انا بص يا كابتن، انا النهارده بلعب، مش بلعب في نادي، انا بلعب منتخب. المنتخب بيختار لعيبته بناء على الفتره الاخيره للعيب او حالتهم في الفتره الاخيره. وده ما حصلش. انت فاهم انا اقصد ايه؟ التوهج اللي كانوا فيه لازم تاخدهم من حاله التوهج دي يكملوا بالمنتخب فيه. انت سبتهم ودخلت ناس ثانيه، مش وحشين برضه، ناس كويسه، ولكن ممكن ما يبقاش الفتره بتاعتهم افضل حاجه دلوقتي. فانت بتختار انسب وقت اللعيبه بتاعتك، ان انت بتختار من بلد كامله، مش بتختار نادي انا محطوط عندي ارقام او لعيبه معينه. انما انت بتختار من بلد. يعني عندك اختيار واثنين، معاك 20 اختيار. فتاخد الحاله الكويسه الوقت ده. الماتش اللي جاي بقى يا كابتن، الماتش اللي جاي ماتش منتخب غانا، بغض النظر عن النتيجه النهارده وبغض النظر عن على مستوى منتخب غانا النهارده او ايه اللي هيحصل، لكن مباراة مصر وغانا تبقى من المباريات او تظل دائما من المباريات الكلاسيكيه الكبيره، المباريات الصعبه الكبيره كمان، وانت لازم تكسب. انت ما عندكش حل.
غانا اتعادلت دلوقتي 1-1 اهو. سيبك من كده، الفرقتين جامدين جدا مبدئيا. يعني مش غانا بس، الفرقتين اقوياء. صح. انت هتلعب ماتشين جامدين اللي جايين، انت صح. اسهل ماتش خلاص راح منك. صح. انت فاهم؟ برافو عليك. برافو عليك. الاثنين اصعب والله. صح صح. صعبين جدا. صح صح. وهتعمل فيهم مجهود عالي جدا عشان تكسب. انت انما لو كسبت النهارده خلاص الموضوع بالنسبه كنت ريحت نفسك. الله ينور. انما انت دخلت في حسبة فرقتين منظمين وبتوع كوره، انا بتفرج على اللقاء دلوقتي حاجه يعني رتم سريع ما والدنيا تمام. الدنيا تمام، وكل ما هتدخل الرتم هيعلى. الله طبعا. طب اللي جاي يا كابتن، انا دلوقتي النهارده الحد خلاص عندي 2 3 4 وبعدين هلعب ماتش الخميس. الماتش ده بالنسبه لي كمنتخب مصر هو الماتش الاهم في البطوله. يعني ده يا اما ما عندكش حل. طيب هتكسب؟ حل غير مكسب؟ لا لا، ما عندكش رفاهيه اي حاجه ثانيه خلاص، ما فيش رفاهيات في اي حاجه. طيب كيف يفكر فيتوريا؟ انت هتقول لي لا يفكر ازاي، ده من في اخر من ساعه ما الحكم صفر وهو بيفكر هيعمل ايه الماتش اللي جاي. يعني انا بشوف ان يعني كان يعني لازم يبقى في ناس متواجده بوجهه نظري. نص الملعب يبقى في مروان، ده مهم جدا. ياسر مهم جدا، ده وجهه نظري. الاثنين دول مهمين. كهربا لازم يبقى له دور في 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 بعض الـ 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 الاوقات. زيزو لعيب مهم جدا، ولكن انا بشوف انه مظلوم في طريقه اللعب برضه. انا مصر ولاعب كويس جدا، ولكن طريقه اللعب ممكن تكون بسيطه على فكره. هو لسه فيتوريا دلوقتي بيقولوا لي التصريحات اللي قالها تقريبا نفس يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله، ان هو بيقول انا مش هلاعب غير اللعيب اللي جاهز بدنيا الفتره اللي جايه. طب ما عملتش ليه كده؟ مش فاهم. ما انا يعني ما هو يعني جاهز بدنيا هترجع للاثنين اللي احنا قلنا عليهم. ما انا بقول لك يعني اكثر جاهزيه. ما انا مش فاهم يعني ايه، بس ماشي اوكي. اوكي. لان هو خلي بالك بس، عشان هو الاختيارات عموما في الاختيارات كلها هو اختار مش اكثر جاهزيه، هو اختار الناس اللي بيثق فيها او الناس اللي هو معاها موجودين معاه بقالهم فتره. موجودين. يعني هو انا معايا وده يحترم برضه، ولكن مفيش مشكله. منتخب مصر مهمه جدا ان انت تاخد اللي جاهز او الناس اللي حالتها كويسه. صح. ده رايي. صح. مش الناس اللي انت بتثق بثق فيها وكل حاجه، ولكن اللي هيشيلك اللي واقف على رجليه النهارده. وحتى يعني النهارده كاس عالم، ياسر عامل كاس عالم كويس جدا وراجع، ومروان حاله فنيه هايله. حطهم تستفيد منهم. ما هتستنى لما هتستنى بقى لما الناس دي بتقل فتديهم، ولا هتديهم دلوقتي؟ انت فاهم انا اقصد ايه؟ هي دي الفكره. وحاجه تانية، وبرده الفرقه دي لو داست في اللقاء ده الماتش برده يخلص سهل برده. ايوه ما هي دي. ما هو الماتش فعلا احسن وبرده. الماتش فعلا يخلص يا كابتن في اول نص ساعه على الاقل. بالظبط كده. يعني احنا بكلمك في ايه؟ الافضل برضو كان ايه؟ بالظبط كده. لو دول اكيد الهدف الثاني، والله العظيم انا قاعد بتفرج مش مصدق. ولا انا والله العظيم ولا انا. يعني عارف صعب صعب ومستفز. انت عارف الجول الاولاني منطقي بالنسبه لي، تقديراته انما الجول الثاني قاتل. لا الجول الثاني يا كابتن فيه كميه اخطاء واضحه وصعبه تتعمل من لعيبه منتخب مصر بصراحه. بس كده برافو عليك بصراحه. يعني انما ماشي الاولاني ممكن اوفر وتقديره ما انا معاك، انما الثاني كميه اخطاء رهيبه وفي نص الملعب الدنيا، ورتم الجري بطيء قوي يعني مش سهل. لا ورتم الجري ورتم حركه اللعب الكوره يا كابتن، بتقف في رجلي وانا واقف وحاجات يروح نازل. انا لو جريت معاه جري عادي هلحقه من غير ما انزل على الارض. بالمناسبه الفار لغى جون غانا، فالنتيجه 1-0 لكاب فيردي للراس الاخضر. خلي بالك الماتش ده هيولع، يعني الماتش مولع اساسا، يعني مش فاهم الدنيا عامله ازاي في الماتش ده. الدنيا ضرب نار يعني. والله ماتش انا بقول لك فرقتين جامدين جدا بصراحه. واقفين وعندهم حلول فرديه وبيشوطوا من بره، يعني هيضايقوك يعني. الفرقتين دول منتخب غانا ومنتخب. طيب انا لو انت كابتن رضا شحاته مدير فني منتخبنا الوطني للمباراه اللي جايه هتلاعب مين الماتش اللي جاي؟ مروان وامام. والباقي زي مروان وامام وياسر. مروان وامام وياسر. بدال حجازي ونني ومين؟ وزيزو. حمدي ولا زيزو؟ زيزو. زيزو. اوكي. وتلعب بمصطفى ومرموش زي ما احنا فوق يعني. فوق يعني ما اختلفناش كتير. يعني تريزيجيه ما كانش في حالته. ولكن خلي بالك دايما الملعب بيمين ناحيه صلاح غصب عننا. بيروح هناك صح. انت فاهم بس هو كابتن انت صلاح شايفه ايه في هذه المباراه؟ لا صلاح مش افضل حالاته طبعا،
احنا من انت لما بس عمل برضو لما تعمل. بص هقول لك حاجه، الجون اللي جابه ركله الجزاء توقيتها ووقتها صعب جدا، فبالتالي ماشي. لكن مثلا عمل 3 4 كرات، لواحده لمصطفى لمحمد وواحده ثانيه لتريزيجيه، لو الكورتين دول دخلوا جون 3-0 الماتش خلص. تمام، بس هل انا بتكلم على رتم لا الرتم لا 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 الرتم لا طبعا 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 رتم لا. لو صلاح النهارده ما يعمليش تروي راح اجيب جون، تبقى كارثه. انت بتتكلم في اهم لعيب في العالم. انما رتم اللعب والحاله الدفاعيه والاهتمام والرغبه والاصرار بالنسبه، لو قستهم بالنسبه لليفربول مش هو 10%. مش هو 10%. طيب نصايحك للمباراه اللي جايه يا كابتن رضا؟ ما عندكش حل غير المكسب، ولازم تنزل يعني اي فرقه، انت خلاص الموضوع انتهى، فانت لازم تركز، ولازم تسيب الميديا بقى وما تركزش مع اللي هيتقال، لان هيتقال كتير طبعا. ولكن لو عايزين تكسبوا، لو هم عندهم الرغبه يكسبوا، انا متاكد ان احنا عندنا لعبه كويسه جدا، عندنا حلول كويسه جدا جدا. صحيح صحيح، بس احنا محتاجين ان احنا يعني يبقى الرغبه موجوده، لان خلي بالك مهما كنت كويس ومهما كان عندك امكانيات، بدون رغبه مفيش نتيجه. لازم رغبه، الرغبه تبقى موجوده والاصرار يبقى موجود، كل حاجه تبقى كويسه. احنا عندنا حلول هايله بره وجوه. بدون رغبة هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. دي هذه الكلمة يجب أن نضعها أمام أعيننا خلال الفترة القادمة قبل المباراة اللي جاية، لأنه لو لعبنا بهذا الشكل اللي لعبنا بيه النهاردة يعني هيبقى عندنا مشاكل كتيرة جدا 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 أمام منتخب غانا. أنا بشكرك جدا يا كابتن رضا على كل هذه الأمور الفنية اللي حضرتك وضحتها لنا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن رضا شحاتة. مهم جدا 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 الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي هتفضل تقول لي ما هو انت هنفضل لا مش هنقعد نقطع ولا ننتقد، هنقول ان في انتقادات وفي سلبيات 1 2 3 وكذا 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 وكذا، ولكن احنا في ظهر اي 11 لعيب هيلعب يوم الخميس اللي جاي، 120 مليون مصري، شيل منهم 5 مليون ما بيتفرجوش، مع ان انا متاكد ان يعني كل الناس بتتفرج، لكن ماشي 120 ولا 110 مليون مصري قاعدين بيتفرجوا وبيساندوا حضراتكم، بيساندوا لعيبه المنتخب، وبيساندوا فيتوريا، عشان نقدر نكسب المباراه القادمه اللي الكل بينتظر. بعيدا عن الكلام اللي الكابتن رضا بيقوله ان احنا شايفين ان هو شايف ان منتخب غانا ضد منتخب الراس الاخضر، المنتخبين جامدين جدا وواقفين على رجليهم بشكل جيد جدا، ولكن صدقوني منتخب مصر في حالته الطبيعيه يستطيع ان يفوز على اي منتخب من المنتخبات اللي موجوده دي خلال هذه الفتره. قبل ما اطلع فاصل واستقبل فقرتنا النهارده كريم وثابت اللي هيكونوا موجودين معانا نتكلم اكتر عن منتخب مصر، ولكن خلينا نروح لاهم الاخبار اللي بتخص القلعه الحمراء. النهارده كولر اجتمع مع كابتن سامي قمصان. بيواصل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته من عصر اليوم في ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة تحت قيادة جهازه الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر استعدادا للمرحلة المقبلة. كولر عقد اجتماع مع سامي قمصان مدرب الفريق على هامش الميران لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات اللي بياخدها الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية. خضع اللاعبون للتدريبات البدنية تحت إشراف اندرياس اندويا مخطط الأحمال قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة. أيضا كابتن خالد بيبو بيدعم الدوليين قبل مباراة منتخب مصر وموزمبيق. كابتن خالد النهاردة أجرى اتصالات هاتفية بكل لاعبي منتخب كل لاعبي النادي الأهلي المتواجدين مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، واطمأن بيبو على حالتهم وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب وجهازهم الفني، وأيضا تمنى لهم التوفيق والمنافسة على هذه البطولة. النهارده كان خالد عبد الفتاح اكتفى بجلسة علاج في الجيم، وذلك طبعا في ضوء البرنامج اللي بيؤديه تحت إشراف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم. طيب دي كانت أخبارنا وأخبار النادي الأهلي. هنتكلم أكتر في تفاصيل المنتخب وأخبار كثيرة عن المنتخب الوطني، وأيضا أخبار كثيرة عن النادي الأهلي وما يحدث داخل النادي الأهلي خلال هذه الفترة وإيه اللي هيحصل الفترة القادمة. ولكن خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل أحمد ثابت وكريم سعيد وتفاصيل أكثر عن مباراة منتخب مصر وموزمبيق والنادي الأهلي بعد هذا الفاصل.
طيب اخذ راي حضراتكم في هذه المباراه، مباراه منتخب مصر ومنتخب موزمبيق في ظل هذا الاداء الباهت نوعا ما. بالتاكيد الاداء طبعا ما كانش افضل حاجه النهارده. ممكن تكون البدايه، هقول الاول ممكن تكون البدايه بسبب الرطوبه، بشوف ان الرطوبه اكيد اثرت على اللعيبه كتير، لسه مش متعودين على الاجواء، بس في اكيد اخطاء هنتكلم فيها. على اساس ان هم اول مره يلعبوا في ساحل العاج؟ بس لا مش اول مره، بس برضو الرطوبه يعني في لعيبه حتى لما نزلت الشوط الثاني. بص انا قلت كده في البدايه، بس في الاخر يعني انا واحد من الناس اللي جات له حاله صعبه جدا في ساحل العاج تحديدا. انا كاسلام بجد وانا بلعب يعني مش ده، يعني مش ده السبب الاساسي طبعا. بس انا هنشرح لسه الاسباب والاخطاء الفنيه اللي حصلت وكل حاجه، بس برضو ممكن الرطوبه عامل اساسي. تحديدا الشوط الثاني تراجع البدن اللي حصل ده ممكن تكون الرطوبه اثرت، لكن كنا نتمنى تاكيد الاداء بتاع المنتخب زعلنا النهارده، كنا نتمنى الاداء يكون احسن من كده، النتيجه تكون احسن من كده، خاصه كمان ان الراس الاخضر كمان يعني طلعت مفاجاه ومتقدمه على غانا في الشوط الاول وعامله اداء كويس وعامله محاولات كويسه. بشوف ان روي فيتوريا النهارده بصفه عامه ما كانش موفق، الخطا منه يعني. انا شايف ان النهارده النتيجه يعني احملها لروي فيتوريا اكتر من اللعيب. ليه؟ روي فيتوريا النهارده لعب بغير طريقه اللعب، هو يعني هو عنده طريقتين لعب، ال 4 3 3 وال 4 4 2، هو النهارده اختار ال 4 4 2 اللي هي 4 4 1 1. انت بتلاعب منتخب اقل منك بكتير، صحيح. منتخب موزمبيق ده، فانت مش محتاج ان انت تحط زيزو ناحيه اليمين عشان خاطر محمد صلاح الادوار الدفاعيه بتاعته مش عايز تكلفه بادوار الدفاعيه فتلعب بال 4 4 2. خد كده عنوان مشكله منتخب مصر النهارده، مفيش فريق بطل من غير وسط ملعب. مشكله مصر النهارده كانت في وسط الملعب، وسط الملعب بتاع مصر كان غائب تماما. ازاي انا بلعب طول المباراه بحمدي فتحي والنني اتنين ارتكاز طول المباراه، زيزو ناحيه اليمين تريزيجيه ناحيه الشمال، فنص الملعب فاضي، الناس كلها بتتكلم على اخطاء حجازي، على اخطاء عبد المنعم، على مثلا خطا من الشناوي، هو مش هم اللي يتحملوا، بس هو الدفاع كان مكشوف تحديدا بسبب المشاكل الموجوده في وسط الملعب. محمد النني تطفي طبعا لعيب ونجم كبير جدا، انا بتكلم بشكل عام بس عشان بعد كده هنخش في تفاصيل المباراه. يعني بشكل عام، بشكل عام البدايه النهارده مش موفقه. ممكن نكون الهدف اللي حصل في الاخر يدينا دفعه في الماتش الجاي، هنستنى نشوف التعديلات اللي هيعملها روي فيتوريا وهنشوف الاخطاء اللي هنتكلم عليها دلوقتي هل هيعدلها ولا لا، لان المباراه الجايه هتبقى مباراه حاسمه. طيب برضو يا كريم، هو يعني انا هفتح دلوقتي الكلام اللي قاله روي فيتوريا النهارده، ما اعرفش هل هو كلام يعني استهلاك اعلامي، ما اعرفش، لكن هو بيقول مثلا خلال مؤتمر الصحفي ان منتخب مصر بدا بالتشكيل اللقاء بشكل جيد وسجل هدفا مبكرا وكان بمقدوره، كل ده تمام وصف للمباراه. وقال ان منتخب موزمبيق منتخب جيد، منافس جيد جدا وكل حاجه، ولكن الحقيقه اقل من مستوى منتخب مصر، وجهه نظري الفنيه اقل من منتخب مصر بكتير. منتخب مصر لم يكن الافضل، لم نكن على نفس المستوى التركيز، لكن من الصعب الاستمرار بنفس التركيز. وواجه فيتوريا اللوم للاعبيه بسبب غياب الجديه والتركيز امام موزمبيق. لم نقلل كما قلت من قبل، دفعنا فقط ثمن قله التركيز، وعندما قمنا برده فعل قويه عدنا للمباراه. وبيقول كمان ان احنا يعني افتقدنا التركيز في 5 دقائق، يعني هو عايز يعني يشير ان المباراه كلها انا مستحوذ عليها، بس 5 دقائق ضيعوا مني الشكل. وطبعا ده انا في وجهه نظري. وبرده في نفس الاطار اتقال ان هو يعني روي فيتوريا قال ايضا ان هو يعني الماتش اللي جاي هيلعب بالناس اللي جاهزه بدنيا. برضو هل دي بيدين نفسه يعني؟ انا مش فاهم، معلش. هو في كل الاحوال، كل الاحوال هي واضحه. يعني هي بتاعته كده، بيقول على 2 3 لعيبه واضحين ليا وليك ولكل الناس. هي في الاخر مسؤوليه الفريق دي بتاعتك. وتاني احنا بنتكلم على منتخب مش نادي. يعني ايه؟ صحيح. يعني المفروض انت اصلا بقالك شهور بتستعد للبطوله دي. صح. فانت اصلا اوريدي، يعني مع كامل احترامي، يعني انت ما عندكش ضغطه مثلا مارسيل كولر ولا ضغطه ايهاب جلال ولا ضغطه اي مدير فني النادي في انه ممكن يجي قبل الماتش ب3 ايام يبقى لسه ما اختارش. على فكره مدير فني للنادي ممكن يختار التشكيل لماتش قبليه ب48 ساعه. ليه؟ لان هو عنده اجنده مضغوطه. انما انت اعتقد مع منتخب مصر بقالك فترات طويله انت عارف مين يفترض اللي هيلعب معاك اساسي في كاس الامم الافريقيه بعيدا عن موضوع الاصابات. صح. فبالتالي النهارده احنا عشان نقيس المباراه يا كابتن اسلام هنتكلم من بدايه المباراه وبعيدا عن الشوط الثاني.
هو اصلا الشوط الاول ومنتخب مصر متقدم من الثانيه 24 في الشوط الاول ما كانش الطرف الافضل. موزمبيق كانت مستحوذه تماما على خط الوسط وكان في فجوه واضحه جدا 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 في خط وسط منتخب مصر. انا برضه عشان مش عايز اخش في التفاصيل عشان بشكل عام بالظبط نتكلم في التفاصيل يعني كشكل عام طبعا بدايه سيئه بدايه لا يفترض ان هي طبعا احنا قبل الهوا شفنا الشوط الاول ما بين غانا وكاف فيردي بيلعبوا كوره لا كاف فيردي متقدم 1-0 انا مش بتفرج بس كله بيقول غانا جابت هدف تعادل بس اتلغى بداعي التسلل والمباراه واضح جدا ان احنا النهارده كنا بنلعب اسهل مباراه في المجموعه. طيب انت النهارده المسؤوليه كامله حتى فيتوريا بقاله فتره بيطلق تصريحات بالطريقه المصريه وانا اعني اهو بالطريقه المصريه يعني ايه يعني انت اللي طلعت قلت للناس في السكواد اللي انت اخترته انا اخترت احمد سامي لان هو الساعه السويسريه بتاعتي النهارده احمد سامي بره السكور شيت دي ما تمشيش مع دي ومين اللي جوه نعم ومين اللي جبرو. جوه علي جبر علي جبر هو اللي عندك وياسر كان بره وحط حارسين مرمى على دكه البدلاء فتاني احنا لا حارسين مرمى ده هم بيعملوا كده ده طبيعي تمام اللي اقصده ان النهارده واضح جدا جدا ان فيتوريا في موضوع التصريحات ما وداش منتخب مصر كاس الامم وهو الدنيا هاديه والنهارده بقى خلاص اوكي سيبنا من التصريحات الاداء نفسه يؤكد ان معلش يا سابق برضو الفتره اللي فاتت ما كانش فيه حاجه معموله وما كانش فيه بلان بي ودي هنتكلم عليها كتير قوي ايه بلان بي اللي كانت محطوطه عند فيتوريا اذا منتخب مصر تاخر في النتيجه او حصلت له ازمه في المباراه في مباراه موزمبيق تحديدا عموما قدامنا خلي بالك يا كابتن اسلام احنا اتفقنا في الحلقه اللي فاتت قبل كاس الامم ان منتخب مصر فيتوريا لم يختار اي فريق كلاس اي في المباريات الوديه منذ مباراه تونس والجزائر احنا ما بنلعبش ناس جامده النهارده في اول اختبار ليك بقى تحت الضغط ومع منتخب يعني تصنيف رابع انت واحد ما بتقدمش اداء في الشوط الاول انت بتقدم فيه من الثانيه 24 خط الوسط مش بتاعك اختياراتك واضح جدا 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 ان هي لم تكن اختيارات فنيه بالاساس يعني نشرح بقى في الحلقه ثابت طريقه اللعب النهارده نبدا الاول بطريقه اللعب ونشوف معانا صوره الاول ايه الفكر بتاع روي فيتوريا اللي كان عايز يطبقه صح. نبدا واحده واحده كده نشوف هو الفكر ايه اللي عايز يعمله وهل فكره كان موفق وايه الاخطاء اللي عمل لو جبنا صوره طريقه اللعب هو بدا النهارده دي طريقه لعبه منتخب مصر عشان الناس برضو تبقى فاهمه زيزو يا جماعه زيزو كان بيلعب ايه مش عارف ايه دي طريقه لعبه منتخب مصر بس اربعه برضو يا ثابت ما كانش امانه زيزو مش ما كانش على الخط زي الزمالك وبيلعبش بس ثواني يا كريم هقول لك اهو استنى رايت ميدفيلد هو واخد الجنب اليمين هقول لك اربعه اربعه واحد واحد الاربعه يعني في حراسه المرمى الشناوي من الاربعه اللي ورا حجازي ناحيه اليمين ومنعم ناحيه الشمال مين اللي ناحيه الباك رايت محمد هاني تمام. ومحمد هاني هنا اتظلم ليه عشان حجازي اللي جنبه عشان كمان زيزو واقف طول الجيم قدام معلق قدامه فمش عارف اصلا ينطلق تمام. الناحيه الثانيه محمد حمدي الثلاثه اللي الاثنين اللي في وسط الملعب حمدي فتحي والنني انا كنت لما قريت التشكيله قبل الماتش افتكرت ان زيزو كالمعتاد بيلعب تالت. ايه ارتكاز ثالث ومحمد صلاح وينج وتريزيجيه ناحيه الشمال وقدام مصطفى لا اللي هو فاجئنا ان هو بيلعب اربعه اربعه يعني حاطط هنا زيزو ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال تريزيجيه اللي هو ليفت ميدفيلد على الصوره بس الصوره دي في الحاله الدفاعيه مش حاله هجوميه الحاله الدفاعيه هتبقى اتنين جنب بعض هيبقى صلاح جنب مصطفى هوريك دلوقتي هوريك الصوره انا دايما كنت بشوف صلاح صانع العاب لا انا كنت بشوف صلاح يعني هنا مثلا ارتكاز ثالث معاهم خليني اقول انا هقول مصطفى محمد اهو انا كنت بشوفه على يمين مصطفى محمد أيوة. دايما صح في الجزء ده صح ايوه صح بيرجع لغايه نص الملعب بس خلاص بيطلع لغايه ال 18 مهاجم تاني في هذا في ها لا في هذا ال في الجزء ده فاهم قصدي يعني انا عايز اوصلك لايه ولا يعني قصدي حضرتك ان مصطفى جنب محمد صلاح اثنين قدام لا هو محمد اللي جنب مصطفى ولكن محمد كان متأخر بيلعب مترحل على اليمين شويه مش بيلعب جناح. زي ليفربول مثلا ان هو بيلعب ناحيه اليمين على الخط ولا بيلعب صح. في بعض الاوقات لما يورجن كلوب بيحطه ما بيلاقيه تعب وبتاع وعايز يلعبه ويفضل مخليه في الملعب بيعمل ايه بيحطه راس حربه راس حربه زي مصطفى محمد كده ولا هو اتحط مصطفى محمد او أي. يعني ولا هو اتحط راس حربه ولا هو اتحط
جناح ايسر. جناح ايسر. جناح ايمن. جناح ايمن. او جناح ايمن انا اسف. هو واخد لعيب حر في وسط الملعب. مش حر. انا عمري ما شفته الناحيه الثانيه. صح؟ اه هو مترحل سنه ناحيه اليمين عشان عدلت رجله. هو برضه. ما بين المساك ومحمد. ما بين مصطفى محمد وما بين ناحيه اليمين. ما بين المساك والفول بتاع المنافس. اه. واللي هو بالظبط كده. بس هي على الورق. ومحمد كان بيعمل ايه؟ كان بينزل لغايه نص الملعب عشان ينزل يستلم في بناء الهجمه. بالظبط كده. بس أربعة محمد صلاح تحت مصطفى محمد بالظبط. ممكن محمد صلاح عشان عدلت رجله أو متعود يلعب ناحية اليمين، بس هو كان المقصود منها إن هو عايز اتنين قدام، محمد صلاح ومصطفى محمد. محمد صلاح بينزل يسقط. محمد صلاح صنع ألعاب رسمي النهارده، يعني هو صانع ألعاب المنتخب. صانع ألعاب ناحية اليمين بس؟ اه يعني هو يعني هو صانع عشان ألعاب الجزء الأيمن. ما دي بقى دي توظيف صلاح. هو خسره أصلا في المكان ده ليه؟ أنت صلاح خطورته كلها جوه ال 18. محمد صلاح بياخد اماكن جوه ال 18، الفينش بتاعه ممتاز. انا ايه اللي يخليني ارجع محمد صلاح؟ هو اللي يتدرج بالكوره، هو اللي يصنع الفرص، ده مش دوره. بس عمل كده ثلاث مرات. هو اكتر لاعب صنع فرص. واحده لمحمد معانا الاحصائيات، اكتر لاعب صنع فرص، بس ده مش دوره. ده مش دور صلاح قدام كفينش كجناح. خلاص يبقى قعد مصطفى محمد ولعب صلاح. اه. انت يعني عايز كده يعني؟ لا مش انا عايزه يلعب كجناح يمين مكان زيزو، مكانه جناح يمين يبقى 4-3-3. انا شايف ان مشكله منتخب مصر في وسط الملعب. لازم التلات احسن ثلاثه في مصر. هو ده الكلام. وجهه نظري مروان عطيه ما يقعدش احتياطي يا كابتن اسلام. صح. مروان عطيه احسن لعيب سته في مصر. كلنا متفقين على هذا الامر، بعيدا عن ان احنا في قناه الاهلي ويقول لك اللي يقول يقول طبعا، لكن انا بتكلم هنا عن مصلحة العامة للمنتخب الوطني ان مروان عطية ما ينفعش ما يلعبش، ياسر ابراهيم ما ينفعش ما يلعبش. صح. ولا على رأي محمد حمدي بصراحة كان كويس. فين؟ محمد حمدي انا رأيي كان كويس، عمل جبهة كويسة. وجهة نظر محمد حمدي من الناحية الهجومية وجهة نظر ممكن اشوفه كويس. ده في واحدة دفاعيا مش اللي هي دفاعيا ضغطية عكسية ماشي. لا لا في واحدة يعني الكرة اللي هي اتلعبت بالعرض والولد لف بيه. نعم والولد لف بيه. لا اللي في السكس ياردات في بدايه. لا 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 غير اللي في لف بيه ده، اللي لف بيه دي ممكن تعدي امشيها. لكن الكرة جايه ملعوبه بالعرض وانا شايفها وشايف اللي جاي قدامي وافضل واقف مستني واللي جاي قدامي لو حط رجله جون وعداني. هي الواد بس يعني اللاعب الموزمبيق الكرة عدت رجله يا دوبك. انت فاكرها أيوة في الشوط الثاني دي. الشوط الثاني اه فاكرها في الشوط الثاني. ايوه الكره اتلعبت بالعرض. لا الشوط الاولاني يا جماعه، الاولاني الكره اللي اتلعبت بالعرض. الكره جت في الشبكه من بره، اللي جت في اللي الشناوي طلعها، اللي هي اترفعت من ناحيه ثاني، اللي هي اترفعت من ناحيه ثاني. اللي هو حطها في نفسه. سيبك من ان هو حطها في نفسه، كلنا ممكن يحصل. ايوه لكن هي مش في كده الفكره، كانت في ان هو مستني واللعيب اللي جاي من قدامه هو اللي كان هيلمسها يجيبها جون. هي دي الفكره في التغطيه العكسيه. انا بقول لك حاجه عن يعني انا كنت بعرفها مركزي. ما ينفعش افضل واقف مستني. واقف مستني يبقى انا غلطان مليون في الميه. محمد حمدي طبعا لعيب له اسمه. لا محمد له خبرة جامد جدا طبعا. لكن والله بكل امانه بكل امانه بكل امانه احمد فتوح بالنسبه لي لو ما بيلعبش كوره من سنه معلش حاليا لعيب جامد جدا صراحه. كم احترامي والله بجد. بس انا اختلف معاك. انت ما هي وجهه نظر بقى. انا شايف ان محمد حمدي كان احسن ثالث لاعب بعد محمد صلاح ومصطفى محمد. يجي بعديهم محمد عمل جبهه كويسه جدا، صنع الجون الاول. حتى الكره اللي هي في الشوط الثاني الحمدي فتحي هو اللي عاملها. كان عامل جبهه يعني معلش محمد هاني مش كان عامل اسيست جون هايول. مش لا, لا هو صلاح. هو اللي جاي من عنده هو اللي عامل الاوفر. يعني انا رايي ان محمد حمدي كان عامل جبهه احسن من هاني ناحيه اليمين مثلا. لا طبعا ده طبعا. بس هاني كان يعني دفاعيا هايل ثابت واقف. لو هاني مش واقف على رجله النهارده من الناحيه الدفاعيه. شكرا. لا بس احنا كنا بس عمر كمان لما نزل عمل جبهه يمين قويه جدا. طبعا هنتكلم عمر كمان لما نزل. صح. عمل جبهه. ده عامل 8 عرضيات عمر كمان. انا بس عايز بس ايه عشان انا قلت جمله في الاول وحضرتك وقفتني عندها وقلت لك هنتكلم فيها في الحلقه. النقطه اللي قلتها ثابت. طب نشيل مصطفى محمد ولاعب صلاح. هو ده الازمه في وجهه نظري في المنتخب. لا خلاف ان محمد صلاح في الوقت الحالي بكل امانه مفيش مدير فني منتخب مصر هيحط مثلا في تفكيره ان صاحب ده احتياطي. نتكلم بصراحه ولا يقدر يطلعه. تمام جميل جدا حلو قوي. نتكلم بصراحه بقى. احنا النهارده عندنا زيزو واحد من الاوراق المهمه جدا 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 في منتخب مصر في حاجات كتيره قوي. واحد من افضل اللعيبه في ارسال العرضيات، واحد من افضل اللعيبه في التسديدات، واحد من افضل اللعيبه اللي بتتحرك على الاطراف. اول ما تقول لي زيزو خش جوه الملعب انت افقدت زيزو لا يقل عن 50 او 60% من قوته. طيب النهارده زيزو فعلا زي ما ثابت شرح اول تاسك عنده. بص يا زيزو في الحاله الدفاعيه صلاح هيقف هنا ولو سمحت غطي
مع محمد هيلي، صلاح مش هيدافع. عشان نجيب من الاخر، من ايام هيكتور كوبر واحنا بنتكلم في المعضله دي، صلاح مش هيدافع. عمرو ورده ساعتها كان هو ايام ما كان متالق شويه كان بيعمل الدور ده مع هيكتور كوبر، وفضلنا عمالين بنتكلم في توظيف لاعب خط الوسط الثالث اللي يلعب عشان يغطي ورا محمد صلاح. النهارده انت بدات بزيزو، ولا احنا عارفين هو في الحاله الهجوميه في نص وغصب عنه في بعض الاحيان كان بيعمل دور صانع لعب ويكمل في داخل عمق الملعب. في الحاله الدفاعيه بيروح على الطرف. طب ما هو زيزو بدنيا كابتن اسلام ما يستحملش، لانه في الزمالك عنده حريه، فبالتالي عنده المساحه انه يحط جهده الكامل في الناحيه الهجوميه. طب انت هنا اهدرت جهد زيزو في الرول اللي انت صنعته له. لما جيت حولت الطريقه في نهايه المباراه، لما اتزنقت ونزلت كوكا جنب مصطفى محمد وحولت الطريقه ل 4 4 2 فلات، بتخرج زيزو رغم ان هو اكتر واحد بيلعب كرات عرضيه. ازاي يعني؟ بالمنطق يعني. انت فاهم؟ عشان كده انا قلت التغييرات بتاعه وافكار فيتوريا في بعض الاحيان، لا الاختيارات مش فنيه، انا عندي حسابات اخرى هتيجي على حساب المنتخب. انا مع كامل احترامي منتخب موزمبيق طبعا اجتهدوا ومبروك عليهم النقطه. انت قصدك ان هو بيختار المحترف اكتر من اللعيب المحلي؟ بيعمل حساب، هو راسم الرسمه. راسم الرسمه زي ارجنتين ميسي. انا هبني المنتخب على ميسي، انا هبني المنتخب يعني. على صلاح. وفي فرق حسابات النقطه مهمه جدا، ان لما كنت ببني المنتخب على محمد صلاح من 2015 او 16 او 17 كان برضه صلاح لسه ايه اكيد طبعا يعني بحكم السن مستواه البدني احسن من دلوقتي. نحن بنتكلم صلاح بيكبر، وبالتالي انا في كل الاحوال يا كابتن اسلام انا ليا تكتيك المدير الفني. انت نزلت كوكا ومصطفى محمد، السؤال هنا بتخرج زيزو اللي هو احسن واحد بنتكلم. والله العظيم وانا واقف بالعقل يعني هو طالع كده قلت له غريبه جدا، تفضى وسط الملعب كمان. لا غريبه جدا التغييره. انا عندي احسن واحد بيرفع اوفرات مين؟ زيزو. خلاص اطلع الاحسن واحد بيرفع اوفرات علشان وانزل احمد حسن كوكا علشان يلعب بدماغه؟ طب مين اللي هيديله الاوفر؟ مين اللي هيعمل له الاوفر؟ فهي الفكره دي بكل امانه، احنا منتخب مصر يهمنا مصلحه الفريق، واحنا بنتكلم فني، ودي دايما في قناه الاهلي فقط تحليليه، احنا بنحلل اللي احنا شفناه. وفي كابتن اسلام احنا قلنا ايه ساعتها؟ قلنا هو يختار اللي هو عايزه، والجدل اللي هو عمله في القائم انت حر يا عم اعمل اللي انت عايزه، بعد الشغل نتحاسب. النهارده اول مساحه للشغل اللي احنا شفناه النهارده في اخطاء وامور سيئه. النهارده مع كامل الاحترام احمد حجازي اسم كبير جدا جدا في دفاع مصر وتاريخيا، انما احمد حجازي منذ عودته من الاصابه مع اتحاد جده مستواه مع اتحاد جده سيء، حتى في ماتش النادي الاهلي احمد حجازي ارتكب اخطاء عديده. النهارده الهدف الثاني وضح للغايه في مشكله في السرعه. لما انت النهارده يبقى معاك احمد حجازي وتلعب بهاي لاين ديفنس، طب ما اي حد يفتح سبرنت بالعقل بالمنطق هيسبق. يعني انا النهارده العب باحمد حجازي لو انا مأخر دفاعي، لكن انا النهارده بلعب باحمد حجازي وطبعا كم اخطاء في التحركات ما بينه وبين محمد، مش عارفين يلعبوا مع بعض. يعني حتى وده كويس وده كويس، هم مش عارفين يلعبوا مع بعض واضحه قوي. وبصراحه منتخب موزمبيق تاني والله منتخب متواضع، طبعا كم احترامي والله منتخب. انا على فكره انا كنت هسألكوا السؤال ده اصله يعني انا برضو من ضمن الاحاديث وهو بيتكلم روي فيتوريا احمد قال ان منتخب موزمبيق منتخب قوي جدا على عكس ما الناس قالت. منتخب قوي وكويس يعني، مش انا هنا برضو لما باجي اتكلم بتكلم فنيا فقط بعيدا عن اي حاجه. اولا تصنيف المنتخب الموزمبيق منتخب تصنيفه تصنيف رابع، ده اولا. ثانيا منتخب موزمبيق اقل منك فنيا بنسبه تتعدى بنسبه كبيره جدا جدا، واضح الفرق يعني. حتى وانت وحش قدرت تتعادل مع فريق صح، لو يعني لو ضغط عليك سنه وكان بيعرف يجيب اجوان كان ممكن يجيب في الجول او بيعرف يحتفظ بالكوره في اخر خمس دقائق صحيح. وبالتالي لا منتخب موزمبيق منتخب جيد وكل حاجه، ولكن انت احسن منه بكتير جدا جدا جدا، ما ينفعش اطلع اقول هذا الكلام. انا شايف ان منتخب موزمبيق مش منتخب جيد خالص، هم اثنين لعيبه اللي في الفرقه كلها من وجهه نظري اللي هو الباك ليفت والجناح الشمال، هم اثنين لعيبه منتخب ضعيف جدا. عايز اقول لحضرتك اخطاء روي فيتوريا لو نستعرض الحالات، نبدا بس حاله حاله مع بعض كده ونشوف فكره كان ايه برضه عشان ااكد الكلام اللي هو كان بيلعب 4-4-4-1-1. تعال نشوف بالصور لو نجيب الحالات نشوف توظيف اللعيبه بتاعتنا، هنلاقي اول حاله معانا بص حضرتك هنا ايه، هنا دي في بدايه الماتش في الثانيه 16، فين محمد صلاح؟ محمد صلاح تحت مصطفى محمد زي ما الكابتن اسلام كان بيقول، هو رايح ناحيه اليمين سنه
بس هو على الورق 4-4-1-1. هو مش سنة يا احمد، هو ما راحش الناحيه الثانيه. هو ما راحش الناحيه الثانيه، هو 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 على طول. يعني اذا كان هو عشان عدلته، اذا كان هو رقم 15 في الملعب، فهو رقم مش عارف 10 يمين. هو 9.5 تسعة ونص، تسعة ونص يمين، يمين تحت المهاجم مصطفى محمد يمين. هنا كل ما تيجي تتكلم قول اي حاجه يمين بس. ايوه صحيح. ودي صحيح. على فكره صحيح. ودي على فكره عامله مشكله، ان انت عامل تحميل عدد كبير جدا ناحيه. يعني بص هنا هاني اهو، مين قدامه؟ زيزو واقف معلق قدامه طول الماتش، عشان كده هاني ما كانش بايه بيزيد كتير. في مشكله واضحه في وسط الملعب. انت النهارده كنت محتاج تلعب بثلاثه في وسط الملعب، اثنين منهم هجوميين. صراحه بمعنى ايه وجهه نظري؟ فاكر كان لما كنت بقول لكم يلعب بحمدي او مروان او حد 5-6 ويمينه زيزو وشماله مرموش. على شماله تريزيجيه ومحمد صلاح وبتاع. لو كان عمل كده في هذه المباراه كان خرج الشوط الاول كسبان، وكان هيبقى كل الفرقه بتهاجم بدل مش عايز بدل الحاله اللي احنا شفناها. وفي حل تاني؟ لا دي والله ده الصح، ده الحل الصح والله. وفي حل تاني ممكن مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور. بس لا ده يعني يبقى الاثنين اللي بيزيدوا. احنا بنتكلم على ثابت ان منتخب موزمبيق، انا اسف في اللفظ ده، منتخب ضعيف. لا ما تحترموش احترام انك نازل تلعب نيجيريا او كاميرون او غانا. صح. مع كامل احترام صح. هو ده. واحنا ليه ما كنا بنتكلم في هذا الامر؟ لانه اللعبه دي او يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعمل في هذا الامر انه ان انت تضغط عليهم من الناحيه الهجوميه. صح. انت لو كنت جبت الجون الثاني الماتش خلص 4-5. صح يعني صح. انا بتكلم بقى كلاعيبه كوره. يعني انا بشوف ممكن اقوم يا سمير هنا بص، يعني انا بص هي النقطه دي اللي انا بتكلم فيها، ان ده زيزو هنا وده مصطفى محمد صلاح دايما هتلاقيه في الجزء ده. صح. عمره ما كان في الجزء اللي هناك. فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ يعني محمد صلاح كنت دايما بتلاقيه في الجزء ده، بينزل لغايه هنا، بينزل تحت وبعدين ينزل لغايه هنا يقف وبعدين يطلع لغايه هنا ويرجع وبعدين يرجع يقف هنا وهكذا. محمد صلاح كان كل تحركاته في المثلث اللي هو عامله لنفسه ده. صح. فاهم؟ بعيدا بقى يبقى ده مش 10. ده 9.5 بس هو صلاح بياخد واخد حبيبي. حريه، مديله حريه بحيث ان هو يتحرك. هو صلاح من دماغه بيروح ناحيه اليمين عشان عدلته، بيروح مع نفسه ناحيه اليمين. بس انا شايف الافضل كان صلاح لعب مكان زيزو في حتته. اوكي ماشي، دي حاجه ثانيه. يعني بس انا بكلمك على النهارده تحديدا. انا بتكلم فنيا بقى. يعني معلش انا بتكلم فنيا. هنا انا كنت شايف صلاح ما بين دايما مصطفى محمد وزيزو. صح كلام حضرتك. صح. وزيزو قافل على هاني، على هاني طول الماتش. ليه بقى زيزو قافل على هاني؟ لان زيزو مش عارف يخش ياخد الكره لجوه. ليه ما بيخشش لجوه؟ لان صلاح واقف في الحته دي. صح. عملوا البعض قفل في فعملوا البعض قفلوا على بعض في كذا حته. وبس اسف المقاطعه، بس غانا احرزت هدف التعادل 1-1. واحنا يا رب يكملوا على كده 1-1. نكمل هوري حضرتك نفس الصوره اللي حضرتك. هنا بقى ايه؟ هنا الحاله الدفاعيه بتاعت منتخب مصر. زوم على الصوره 4-4-2 اهي في الحاله الدفاعيه. هنا ايه؟ محمد صلاح واقف جنب مين؟ جنب مصطفى محمد في الضغط. هو واقف قدام محمد. هو هنا برضه وجهه نظري في هذه الكوره. هو بيعمل ايه؟ فهو بيدافع 4-4-2 مهاجمين في الحاله. محمد واقف راس حرب اهو عشان يضغط على المساك ده، ومصطفى محمد يروح مع المساك. محمد لما بيبقى مش قادر يعني او مش عايز يعني مش عايز يرجع او تعبان، مصطفى هو اللي بيرجع. ده واضح ان ده تكليف من فيتوريا. خلي بالك هي في الحاله الدفاعيه 4 هم ورا 4 قدامهم. مين اللي على زيزو وتريزيجيه؟ زيزو ناحيه اليمين وتريزيجيه، وفي النص حمدي والنني. انت صحيح. انت بتلعب باثنين ارتكاز طول الماتش. صح. زيزو وحمدي فتحي والنني، الاثنين الارتكاز والاثنين اللي قدام. الشمال واقعه خالص. والشمال واقع ليه؟ مصطفى محمد اهو جنب محمد صلاح قدام. دي في الحاله الدفاعيه، ده شكل مصر الدفاعي. كان في مشكله واضحه في العمق. ليه؟ لان النني بصراحه بقى له فتره ما بيلعبش، مستواه النهارده ممكن مش جاهز قوي. فكان الافضل من وجهه نظري كان يبقى مروان عطيه في الحته دي، يبقى مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور احسن ثلاثه يلعبوا في وسط الملعب دلوقتي في الفتره الحاليه. والثلاثه اللي قدام يبقى محمد صلاح ناحيه اليمين وناحيه الشمال تريزيجيه، وقدام مصطفى محمد. هات الصوره اللي بعدها بتحركات. هنا برده نفس الشكل 4-4-2 اهم. محمد صلاح جنب ايه؟ جنب مصطفى محمد. برضو صلاح رايح ناحيه اليمين ومصطفى محمد رايح ناحيه الشمال، نفس الشكل. كان دي الادوار الدفاعيه بتاعه المنتخب. هات الصوره اللي بعدها برضو. هنا نفس الشكل برضو 4-4-2. مين؟ محمد صلاح جنب مصطفى محمد. بس خلي بالك يا ثابت دي نفس اللعبه اعتقد. طب هات الصوره اللي بعدها.
هنا بقى فين اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ هنا للتوظيف الغريب اللي عامله لمحمد صلاح في الحته دي. محمد صلاح نازل لفين يا كريم؟ نازل يسلم، نازل يساهم في مرحله البناء ومرحله التدرج بالكوره. معلش ادي مره واحده برضه بالظبط طول الماتش او مرتين بس قدام السيستم. لا هو عايز ينزل يخلي محمد صلاح صانع العاب، يساعد في البناء ويساعد في التدرج. انا على فكره مش بقول ان انت بتقول هذا، لا، ولكن انا بقول ان محمد او يعني انا معرفش استحاله يكون هو قال له كده. لو هو عايز لعيبه صانع العاب فقط، يعني صانع العاب معنى صانع العاب، معنى صانع العاب ايه؟ ان هو بياخد كره كده يعمل ثرو باس ناحيه اليمين، ثرو باس ناحيه الشمال. شوف محمد تمركزه، لو جبت الخريطه الحربيه بتاعت محمد صلاح طوال المباراه هتلاقيه على اليمين بنسبه 90% و10% ناحيه الشمال. فلو انت جبت لي صوره دلوقتي ومحمد ناحيه الشمال، هقول لك ما هو ده مش سيستم. السيستم ان هو ناحيه اليمين اكتر بكتير، او ما بين اليمين ومصطفى. ايوه بس هو روي فيتوريا، انا بتكلم على انا بتكلم على فكر روي فيتوريا. فكر هو كان عايز يعمل، كان عايز يبقى 4-4-2، محمد صلاح بينزل لتحت سنه عشان يبقوا الاثنين الفراوده مختلفين عن بعض، واحد 9 صريح زي مصطفى، ومصطفى بينزل يتحول صانع العاب ويساعد في التدرج والبناء. كون بقى ان صلاح بيروح ناحيه اليمين عشان عدلته، هو عايز هو اشول فعايز يخش لجوه بعدلته. يعني اهو هو نازل هنا ليه؟ يعني هات هو نازل هنا في الصوره اللي قبلها، هو نازل هنا عشان يبقى بوشه للملعب، هو عدلته اشول فرايح ناحيه الشمال، غير ان هو اصلا بيلعب طول في الفتره الاخيره كلها طوال السنين اللي فاتت بيلعب جناح يمين ناحيه اليمين، فهو نازل عدلته. فدي توظيف. انا بتكلم بقى تحديدا هو السبب هنا ايه؟ انا شايف ان محمد صلاح خساره يبقى في الحته دي. محمد صلاح يبقى جوه ال 18، خطورته يبقى جوه عشان يعمل فرص كتير، عشان خاطر ايه؟ يعمل محاولات. انت طيب. ليه بتاخد من صلاح صانع العاب؟ ليه بتحوله صانع العاب؟ مش عارف، هي دي الفكره. ليه محمد صلاح الافضل وينج ناحيه اليمين، خاصه في الماتشات السهله. ما هو حتى بس برضه اثبت الشوط الثاني كانت اوضح ان صلاح كان فعلا كله على اليمين. يعني الشوط دي عواجه التحديد، يعني مثلا اللي كان بيشرحه كابتن اسلام ده فعلا حصل الشوط الاول طبعا. ان هو صلاح بيلعب ما بين الفول باك والمساك بتاع المنافس. الشوط الثاني لما بدا يتزنق بدا هو يعكس بقى، بدا يدخل وزيزو. طبعا خلاص زيزو تم اهدار مجهوده بشكل كبير جدا، والولد يعني في الملعب مش عارف يعمل ايه. انا طبعا طبعا عندي واجب دفاعي ودافع ورا محمد صلاح، لكن هجوميا ورقه زيزو يا كابتن اسلام ورقه خطيره ومهمة. زيزو مش عارف يعمل ايه بسبب التضارب اللي حضرتك شرحته ده بالظبط. هو ده انا مقفول عليا الحته اللي عايز اجري فيها صلاح واقف فيها، فمش هقدر اتحرك. ولو عايز اخش لجوه مش هقدر اخش لجوه، عايز اطلع لبره بلاقي هاني يعدي ورايا بالظبط. فبدا هو فيتوريا بدا يحس ان الملعب اتخنق منه بسبب كل ده. مين خد منه خط الوسط؟ موزمبيق، لان هم ثابتين. الفريق بيلعب بتلاته خط الوسط واحد يعني واضحين وعامل كثافه عدديه طيب. وقادر هو يروح عليك. اتفضل. لا اتفضل كمل كلامك. هنطلع فاصل حاجه؟ لا لا تمام. فاللي عايز اقوله هنطلع فاصل بس كمل كلامك. تمام. اللي عايز اقوله ان احنا كل بقى الاخطاء دي اتجمعت عشان موزمبيق. هذا الفريق اللي معانا رقم ليه رقم غريب جدا. موزمبيق ليها هجمتين بشوطين على المرمى بجونين، جابوهم هدفين. نسبه نجاح 100%. انت رحت على مرمى موزمبيق 21 مره ما بين الثلاث خشبات 5 مرات. ده يبين ايه؟ هو ده اللي انا قلته في البدايه. ده يبين ان انت ما عندكش نجاح هجوميه. في ناس قالت لك انه مصر اضاعت الكثير من الفرص. لا يا جماعه ما فيش فرص حقيقيه واضحه وجهه نظري. هنتكلم في هذا الامر، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم هل بالفعل اضاعت مصر فرص حقيقيه امام منتخب موزمبيق. هنسمع اجابه من احمد ثابت وكريم سعيد، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنرجع برضو لسؤالنا مره اخرى، هل بالفعل كان هناك فرص حقيقيه لمنتخب مصر؟ هنشوف فرص بالارقام حقيقية. هنشوف بالاهداف المتوقعه. اولا ارقام الماتش النهارده، الاستحواذ بتاع مصر 61% مقابل 39% لموزمبيق. المحاولات بتاعه مصر 21 محاوله اوكي مقابل، قدامنا الارقام اهي، مقابل 6 لموزمبيق. المحاولات الصحيحه لمصر 5 بس، 5 صح من 21. موزمبيق محاولتين صح من 6. الاهداف المتوقعه دي اللي تقول لك انت عملت خطوره ولا لا، انت المفروض كنت تسجل 3.7 هدف، يعني حوالي 4 اهداف. دي برضو بتاكد ان احنا كان عندنا خطوره نوعا ما. ما تقدرش تقول ان الاهداف المتوقعه 3.7 وان احنا ما رحناش على الجون، بدليل ان انت عامل 21 محاوله. الاهداف المتوقعه بتاعه موزمبيق 1.7، من محاولتين جابوا جونين. التمريرات مصر تفوقت 522 مقابل 341،
التمريرات الصحيحه 473 مقابل 285، الضربات الركنيه 7 لمصر مقابل 2، يعني مصر متفوقه في كل الارقام. العرضيات هنا الرقم مصر تتفوق كمان يا احمد يعني اقول ايه بس. العرضيات بتاعت مصر النهارده الرقم اللي برضو اللي ممكن نقف عنده شويه 41 عرضيه، 41 عرضيه لمصر منهم 9 صح مقابل 15 عرضيه لموزمبيق منهم 5 صح. الارقام بتقول ان مصر تفوقت في الاستحواذ المحاولات، لكن نسبه الفينش بتاعتنا مش عاليه. أوكي. 5 محاولات بس صح من 21، بتقول ان المحاولات لا لازم يكون في شراسه اكتر من كده، لازم نكون بخلة شويه في الفرصه، لازم نكون اكتر دقه في انهاء الهجمه، بس انت كمحاولات لا انت رحت على الجون كتير وصنعت فرص. بس في نقطتين انا شايف ان هم مهمين قوي قوي، لازم روي فيتوريا. طب انت قول لي على 3 فرص انت فاكر او فرصتين انت فاكرهم. فرصتين الارقام، اول فرصه بتاعت حمدي فتحي اللي هي اللي لعبها له محمد حمدي ولعبها، دي كانت فرصه اللي هي الفرصه اللي اتلعبت بالعرض في الشوط الثاني اللي حطها بكعبه، لا مش بكعبه اللي هي حطت كده يعني كانت الجون شالها. يعني فرصه يعني دي فرصه. اوكي ماشي. الفرصه الثانيه برضو ممكن نقول تسديده بتاعت عمر مرموش اللي هي كانت على حدود القوس منطقه الجزاء. اوكي الشوطه دي، دول يعتبروا اخطر فرصتين. ماشي، دول اكتر فرصتين شفتهم لمنتخب مصر. بس انا شايف ان انت فوتت اصلا اهم فرصه اللي هي مصطفى محمد بعد الهدف، هي دي الفرصه اللي هي محمد صلاح لعبها له، مصطفى محمد جري بيها الانفراد من دي في الشوط الاول. دي في الشوط الاول الانفراد بتاع وفي واحده اللي نزلت لمحمد برده، محمد في الدقيقه الاخيره دي حطها غريبه برده، او في واحده لمحمد صلاح في الشوط الثاني، يعني حوالي بتاع 3 أو 4 فرص كانوا محققين. هي دي مش انا ما بعتبرش ان دول فرص محققه بصراحه، بس ماشي. بس الانفراد بتاعت مصطفى دي كانت انفراد اللي هي مصطفى اللي هو محمد صلاح لعبها له. بس انا شايف ان مشكلتنا دلوقتي لازم 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 تعمل وسط ملعب قوي عشان تقدر تاخد البطوله. هنسال عن المشاكل ايضا. عايز اعرف برضو رايك في بدايه المباراه، تشكيل المباراه من البدايه يا كريم. بص كابتن، انا زي ما قلت لحضرتك هو التشكيل انا اختلف معاه في 3 مراكز واضحين منهم، يعني زيزو هخليه على جنب شويه، لكن مثلا بكل امان انا وانا بختار ثنائيه الدفاع مستحيل عينيا، وانا طبعا حضرتك عارف ان الجهاز الفني للمنتخب في حوالي تقريبا من 4 لـ6 شهور في السنه هو بيشتغل نظري فقط. انت مش جهاز فني النادي، مش قاعد طول اليوم عمال تطور اداء اللاعبين. صحيح. انت بتشتغل تقريبا من 4 لـ5 شهور في السنه او 6 شهور، و6 شهور تانيين انت بتشتغل نظري بتتابع. صحيح. فطبيعي انت وجهازك المعاون ومحللين الاداء معاك في الفريق وانت بتتفرج على المدافعين منتخب مصر في اخر 3 شهور، اكيد مع كامل احترام يعني مش محتاج واحد بروفيشنال عشان يقول لك ان افضل ثنائيه هي ثنائيه محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، بواقع ان هما الاثنين بيلعبوا مع بعض بشكل متواصل في المسابقات المحليه والمسابقات الدوليه وانتهاء بمونديال الانديه. طيب انت خدت قرار بان احمد حجازي يكون اساسي مع محمد عبد المنعم. بكل امانه انا شو مش عايز اصلا حجازي، برضه حجازي بكل امانه في الاخر اسم كبير، ولكن احنا واجبنا نقول اللي شفناه في اخر 3 شهور. احمد حجازي اللي تابع احمد حجازي في ماتش الاهلي في مونديال الانديه اخطاء وعمل حتى ميس باس للكره اللي راحت لكهربا، كلنا فاكرين في الدوري المحلي منذ عودة احمد حجازي اتحاد جده يعني عنده مشاكل كبيره جدا 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 في الشق الدفاعي، وفي كذا مباراه اتغلبوا فيها بسكور يصل الى 3 أو 4 اهداف في المباراه الواحده. فبالتالي انت تاخد قرارك، هل بتاخد قرار بناء على التاريخ ولا بتاخد قرار بناء على الواقع؟ ادي اول مركز. المركز الثاني مركز المنافسه بين محمد حمدي واحمد فتوح. بكل امانه محمد حمدي دفاعيا النهارده كان سيء للغايه، اخطاء في الرقابه، اخطاء في واحد على واحد في اول 10 دقائق في كوره الولد لف بيه مستحيل مستحيل فول باك يتلف بيه بالشكل ده داخل منطقه الجزاء، والولد لولا ان هو فنش الكوره تسديده سيئه جانب القائم كان اكيد بقت هدف مؤكد. فانا اشوف طبعا مستحيل تحت اي حال من الاحوال ان انا هفضل محمد حمدي على احمد فتوح الا في حاله واحده ان احمد فتوح مصاب، بس دي الحاله الوحيده، انما فنيا مستحيل. الحاجه الثالثه اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت زيزو ونص الملعب، وبالتالي احنا هنا خلاص الماتش هنا خلص، وزي ما حضرتك اتفضلت وقلت فعلا ضعف منتخب موزمبيق هو اللي خلى منتخب مصر في الهجمات العشوائيه اللي عملناها في نهايه المباراه دي هجمات عشوائيه بحته بصراحه، مفيش نظام. جبنا هدف التعادل من ركله جزاء جت هديه من عند ربنا سبحانه وتعالى. السؤال هنا انت ماتشك الجاي يوم الخميس مع منتخب غانا اللي دلوقتي في وجهه نظري قاب قوسين او ادنى من هو ممكن يقدر ياخد 3 نقاط، هو دلوقتي 1-1 والدقيقه تقريبا 72. منتخب غانا فعلا عنده جبهه يسرى، ايناكي ويليامز طبعا كلنا عارفينه بنتفرج عليه مع اتلتيكو بلباو
في الدوري الاسباني وكان عليه خناقه ما بين اسبانيا وما بين غانا لغايه لما غانا حسمت موضوع الجنسيه ولعب باسم غانا. بتتكلم على جناح ايمن صاروخي، صاروخي سريع لاقصى درجه بالكره او بدون كره. عندك فيتوريا هيعمل ايه بقى الماتش الجاي؟ هيلعب لك احمد ابو الفتوح. احمد فتوح هو لازم يلعب احمد فتوح بصراحه لازم. فانت محتاج بقى انت ماتش غانا انت محتاج تتدارك الاخطاء بدايه من خط الدفاع وصولا ل تاني حل المعضله. هنعمل ايه في معضله صلاح وزيزو؟ هتستغنى عايز تستغنى هتستغنى عن واحد، خد قرار. الاثنين مع بعض في الملعب ما ينفعش بكل امانه، مصلحه منتخب مصر اهم من اي شيء تاني. الاثنين مع بعض في الملعب ما ينفعش. بس طبعا السيناريو حضرتك تفضلته وقلته اللي كان ينفع ماتش موزمبيق ما ينفعش نعمله في ماتش غانا لان عندك خناقه شديده في نص الملعب. فهنا ممكن نروح للسيناريو اللي قاله ثابت ان احنا النهارده بنلعب بثلاثه في خط الوسط، ثلاثه صرحاء، بنلعب مثلا بحمدي فتحي ستة وبلعب بمروان وامام عاشور مثلا يعني. فهنا هو لازم ياخد قرارات عشان يحسسني ان هو بيقرا الموضوع يا كابتن اسلام، لان بكل امانه انا بحس ان فيتوريا بيتكلم كلامه بيعمل حاجات تانية خالص في حته تانية. يعني انت النهارده شغال تاريخيا، انا النهارده متعود محمد صلاح اساسي في منتخب مصر، وطبعا مصطفى محمد النهارده راس حرب صعب مرموش يلعب عليه، مع ان مرموش عمل شغل جاي، بس النهارده برضه مرموش لما لعب لعب معاك جناح. لو حضرتك تفتكر في الحلقه اللي فاتت انا قلتها لك، مرموش تألقه مع فرانكفورت بسبب ان المدير الفني حوله لمهاجم صريح. النهارده مرموش لما نزل بديل نزل على الجناح. طب ما هو عنده مشكله في الجناح، هنعملها ازاي دي؟ يعني ايه حلها؟ فانا بشوف هو محتاج ان هو يعيد حساباته ويختار او ياخد القرارات المفيده للفريق، مش القرارات خلينا اقول ايه ما بين كوتيشن يعني دبلوماسيه بالنسبه للسكواد، او اذا كان ما اعرفش بقى هل هو انا بصراحه ما اتعاملتش معاه على المستوى الشخصي، هل هو قراره من نفسه ولا قراره من استشاره المجموعه اللي حواليه؟ انا المعلومه دي مش من عندي، ولكن اللي شفته النهارده اكيد مليون في الميه ما ينفعش يتكرر يوم الخميس. التشكيل بتاع منتخب مصر بشوف طبعا ياسر ابراهيم افضل من حجازي في ال بس انا شايف برضه ياسر كان بره ايه؟ كان بره لا ده عنيد هو عنيد في الحته دي، وان انا استبعده. ياسر ابراهيم احسن من علي جبر واحسن من حجازي في الفتره الحاليه واحسن من احمد سامي احسن من الناس دي كلها. خلي بالك هو لو عمل كده هيقول لك انا كنت غلطان، ما هو ده ما كانش موجود معاه اساسا. يعني هو دلوقتي لو حط ياسر مفيش مشكله وطلع علي جبر واحمد سامي بره طب ايه المشكله بدل ما تخرج من البطوله يا كابتن اسلام؟ طب ما طلع احمد سامي بره التشكيل خالص. مش هو اللي عايز يسعى السويسريه وهو اللي خلى الناس يعني اثار الجدل بالتصريح ده قبل البطوله؟ مش هو اللي قال لو عد ضربه على ايده؟ يعني انت النهارده انا اسف في اللفظ، انا باجي اقول لك اللعيب ده عندي على فكره ده مش لعيب عادي، لا 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 ده مميز جدا 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 جدا. باجي في اول مباراه ومباراه ما يفترض برضه ثابت انها مباراه سهله بطلعها بره السكور شيت خالص. طب انت عملت كده ليه؟ وحاجه ثانيه امانه انت برضه لفت نظري دلوقتي الحاجه، هو هل ده معناه ان ياسر ابراهيم بعد اصابه اسامه جلال فرض عليك؟ وهل انت خدتها بشكل فعلا ان انا مش هلعبه عشان ما اتقالش عليا ان انا رجعت في كلامي وان انا وجهه نظري كانت غلط؟ طب احنا بقى لو قعدنا نحط هذه الافتراضات ده معناها انه في النهايه هو لا ينظر للمصلحه؟ هو ساب لنا الباب، خلي بالك هو ساب الباب لما بنتكلم فيها وده الفرق وده الفرق. يعني انا بقول لك هل هو يعني لو هو لاعب ياسر النهارده، عارف ده معنى ايه؟ لو كان لاعب ياسر النهارده معناه ان هو طالع يقول للناس انتوا كلكم صح وانا غلط من الاول. لانه تخيل لو اسامه جلال يعني بعد الشر عنه، يعني مش قصدي حاجه، ولكن لو اسامه كمل وما حصلوش اصابه ياسر كان زمانه قاعد في البيت. طب ايه الوضع دلوقتي؟ ايه الوضع دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ ان منتخب مصر النهارده دخل فيه هدفين، يعني قلنا حل هو يجب ان ينظر بقى للمصلحه العامه ولا ينظر لمصلحه الهدفين شخصية. الهدفين على فكره من المساكين. بس هقول لك على حاجه برضه يا كريم، طريقه اللعب نفسها مش صح. ماشي مش مختلف معاك. انت طيب هنتكلم اكتر عن طريقه اللعب وكل هذه الامور، وهنتعمق اكتر بالارقام وارقام لعيبه المنتخب وتحليل الاهداف بالصور وكل حاجه، ولكن نطلع فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اذا لو رحنا بقى طب ورينا كده الخريطه الحراريه لمحمد صلاح
عشان نشوف ثابت عنده حق ولا لا. هذه هي الخريطه الحراريه لمحمد صلاح ناحيه اليمين فقط، ما بيعديش نص النص الثاني الناحيه الثانيه، وبالتالي ما نقدرش انا بشوفها غلط. ما لا ما نقدرش نقول عليه صح. انا عارف طبعا محمد صلاح النهارده فعلا هو واخد الجنب اليمين، بس بكل امانه يا كابتن احنا حاسين ان في قفله في الملعب يا سيد صح، القفله ما بين صلاح وما بين زيزو. احنا بنحلل الاداء مش بين ايه يعني مش. كل لعبتنا على راسنا صح. احنا لما بننتقد ان شاء الله اي لعيب يلبس تيشيرت منتخب مصر عشان تعدل الفتره لا واي لعيب بصراحه سواء صلاح او غيره كله. لكن احنا النهارده بنتكلم ان الملعب بالظبط قدام، خلي بالك، لا لان ده دي القفله هنا القفله ليه؟ لانه انت موقف هاني وموقف زيزو وملاعب محمد صلاح جوه، انت عايز تلعب كله جنب بعضه. فانت بتعمل ايه؟ فانت قافل على مهاني الناحيه اليمين، وقافل على زيزو الدخله بتاعته اللي بيعملها لجوه وبيرفع برجله بصباع رجله الصغير دي بتروح للناحيه الثانيه حد يحطها مقشره بدماغه، وقافل على محمد صلاح طلعته لبره ومن بره لجوه. فبالتالي انت قافل ناحيه اليمين، انت بتلعب بشباك بباب واحد صح؟ صح او بعجله واحده، ما تلعبش باثنين. ممكن بقى اقول حاجه هنا هو المقصود يعني محمد صلاح، بص حضرتك هنا الحمار فين؟ اللون الاحمر يعني ده اكتر اماكن اتحرك فيها حبيبنا اللون الاحمر ده اللي هو ناحيه اليمين فعلا، بس تحت مصطفى محمد هو المقصود. اهي الخريطه الحراريه لمحمد صلاح في مباراه موزمبيق، اهي تحت مصطفى محمد بالظبط ناحيه اليمين. ايوه هو انت لو هتقول كده كل مره هبقى انا مبسوط. بس هو توظيفه ناحيه اليمين بس أوكي. هو توظيفه هو عايزه يبقى صانع العاب عشان يجي من هنا، يا اما يعمل تمريره لمحمد حمدي. حد بيبقى صانع العاب يا احمد؟ ما هي ده نقاش. هل بيبقى في حد صانع العاب ناحيه اليمين بس فقط؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا هو بيروح مع عدلته. ما هنا بقى بنتكلم، ما هو يا حبيب قلبي معناها انه ان مثلا لما مجدي قفشه بيلعب في عدلته يبقى عكس صلاح صح؟ صح هو بيلعب ناحيه الشمال بس. يا كابتن اسلام لا. كلمه لاعب حر، لاعب حر طلعت لمين؟ متنقل لصانع اللعب صح. هو بيروح يمين وبيروح شمال، هو براحتك يا باشا اعمل اللي انت عايزه، انت ملتزم بعاد. هي دي الفكره انه هو قد يكون فيتوريا عايز كده. لكن طب ما نشوف ارقام صلاح، تيجي نشوف ارقام صلاح برضو. نعم ارقام صلاح اتفضل. لو دي تسديدات محمد صلاح اللي هم الاربعه، هات بقى الارقام بتاعت صلاح. كانوا وحشين قوي بصراحه. بص الارقام محمد الكره قلشت منه مش عارف. بس رغم كده محمد صلاح مثلا تقدر تقول ان هو بنص حالته النهارده او ربع حالته، واحد من عشرة من حالته، الا ان هو خرج من الماتش مسجل جون وصانع جون في الارقام. يعني بص هتلاقي ان هو في الارقام رغم ان هو معانا ارقام محمد صلاح، هتلاقي ان هو سجل هدف صنع هدف اكتر من صنع فرص لزملائه في الماتش. دي حقيقه رغم ان هو ما هو رايح ناحيه اليمين، الا ان هو قدامنا الارقام اهو، اكتر من صنع فرص لزملائه خمسه، المحاولات على المرمى اربعه، اربعه بس لصلاح قليل من وجهه نظري. لازم هنا بقى ده نقطه اختلافي مع روي فيتوريا، توظيف صلاح لازم يبقى جوه جناح احسن من الحته دي. صلاح دايما تكسبه جوه ال 18، ما تخلوش ينزل يستلم ويتدرج بالكوره ويصنع العاب ويروح ناحيه اليمين، ليه؟ خليه جوه منطقه الجزاء افضل. هنا انت هو عنده فكر ان انا برضه تسجل هدف صنع هدف اكتر من صنع فرص لزملائه خمسه، وبالمناسبه الاحصائيه اللي انت كنت جايبها يا كريم الحلقه اللي فاتت ان هو اكتر اللي هو اللعيب الوحيد اللي سجل في اربع نسخ في كاس الامم، النهارده بيحققها، النهارده كسر رقم ابو تريكه بقى ده الهدف السابع ليه في بطوله كاس الامم بالهدف ده. بس ما زعلش مني، كل ده ما حدش هيفتكره واحنا متعادلين، يعني متعادلين مع منتخب زي موزمبيق يعني. بس انت التاريخ هيفتكره، التاريخ هيفتكره. لكن بتكلم دلوقتي يا كابتن اسلام احنا زعلانين من النتيجه بصراحه. بص بقى فاز بالتحامات ثنائيه، هنا حته الالتحامات قليله عند صلاح، 2 من 7 بس، المراوغات الناجحه 0 من 2، ما عملش ولا مراوغه ناجحه. فالارقام بتقول ان هو كان عنده فكره ان هو عايز يصنع فرص، هو تحوله فعلا لصانع العاب بدليل الرقم ده، اكتر من صنع فرص في المباراه خمسه. ودي عشان امكانيات صلاح العاليه ان هو يقدر بلمسه واحده يوصل زمايله، زي اللعبه اللي شفناها لمصطفى محمد هايله، من واحده قدر ان هو يوصل زميله لقدام. صحيح فاهم، بس توظيفه لمحمد صلاح مش صح. محمد صلاح ما ينزلش لتحت بالشكل ده، انا بخسره كتير جدا، بخسر كتير من امكانياته، وبخسر زيزو وبخسر هاني. صحيح انا عامل جبهه يمين فيها اربع لعيبه، كل واحد فيهم بيتحرك لجوه، كلمه تداخل ادوار، تداخل الادوار، تداخل الادوار ما بين زيزو وما بين صلاح وما بين هاني ناحيه اليمين. التغييرات النهارده شايفها ازاي يا كريم في ظل هذه الحاله؟ يعني حتى يعني انا ما عملتش حاجه، طلعت هاني ونزلت عمر كمال، طلعت فلان ونزلت وطلعت امام عاشور مكان النني، امام عاشور مكان، يعني كلها تغييرات
مركز بمركز. بص كابتن اسلام في معاه احمد حسن كوك. اي روي فيتوريا ليه لقطه بعد الهدف الثاني لموزمبيق جري وراح ماسك فوطه بيضه كده. مين؟ فيتوريا. بعد الهدف الثاني لموزمبيق مسح دماغه. ماسك فوطه بيضه كده وبدا يمسح العرق وهو ما كانش عنده عرق يعني ما تخش هو العرق جه هو بيخلي البتاع هو خلاص هو بدا ايه عارف حضرتك المتوتر اللي بدا يحس ان الدنيا بتهرب منه هو ده الاحساس ده اللي اداني الاحساس ان هو ما كانش عنده تحضير لبلان بي لو حصل لي كذا اعمل ايه فتغييراته كلها كانت تغييرات بهدف واحد انا هزود هجوم كل من له نزعه هجوميه عندي على الدكه انا هنزله بدون حساب لاي شيء يعني مثلا مرموش اللي بيتفرج على مرموش السنه دي ما لعبش يا جماعه جناح مرموش انفجر مع فرانكفورت لما لعب مهاجم صريح مرموش طول عمره بيلعب جناح ما ابدعش كل امان ولا مع نادي ولا مع منتخب قبل كده هو ابدع وانفجر لما لعب مهاجم صريح زي كده ممكن مثلا شبيه بكهربا مع النادي الاهلي كهربا كان طول عمره مع نادي الزمالك يا سبب بيلعب وينج جه مع النادي الاهلي لعب مركز المهاجم الصريح انفجر طيب انت النهارده نزلت كل تغييراتك اوكي وقلبت الخطه خلاص وضحت وانس ان هو نزل كوكا كابتن اسلام يبقى انت بتحط كوكا جنب مصطفى محمد 4-4-2 صريح يبقى هلعب عرضيات يبقى مليون في الميه مليون في انا اسف والله لو هطلع صلاح وهسيب زيزو هطلع صلاح وهسيب زيزو ليه؟ لان انا هلعب على عرضيات صح انا هلعب على عرضيات خلاص انا خدت قراري مصطفى محمد جنب كوكا ومرموش على الناحيه الثانيه يخش معاهم يبقى كده في ثلاث لعيبه وادخل معاهم واحد من خط الوسط يبقى في كده في كثافه عدديه في نص الملعب اسيب زيزو زيزو ما يطلعش ليه؟ لان زيزو افضل لاعب بيلعب كرات عرضيه في مصر كلها انت خرجته يبقى انت خرجته ان انت مع كامل احترام انا مكان بكل صراحه والله مش هتقدر تقول لمحمد صلاح انت هتتغير هيبقى هنا انا شخصيا مش مع تغيير محمد صلاح محمد صلاح ما ينفعش يطلع تمام بس وجهه نظري بناء هنا ايه التكتيك اللي هتلعب بيه لا انا هنا السؤال اوكي ما يطلعش انت قلت الكلمه من الاول هنعمل ايه انت قلت الكلمه من الاول يا كريم كاساسي انه محمد بيتبني عليه الفرقه تمام وده حقيقي ان محمد يجب ان يتم بناء الفرقه عليه الماتش بقى مشي انت قعدت مستني قد ايه لغايه لما جاب كاس العالم وكوبا امريكا وكوبا لما يبقى عندك لعيب امكانياته خارقه او لعيب مصنف بالمناسبه كريم هارد لك النهارده نعم هارد لك النهارده شكرا ميرسي ما فيش اوكي في ماتش مصر اي ماتشات ثانيه كابتن سامي يقولها لكم مش هقول لكم يا جماعه ان النهارده 4-1 ريال مدريد كسب برشلونه في نهائي سوبر الاسباني سوبر الاسباني 4-1 بس وهاتريك لفينيسيوس اللي هو دايما بيوصفوه بحاجه مش لطيفه حاجه عنصريه يعني فطبعا كل اللي بيشجعوا برشلونه زعلانين فكريم انا عارف لان هو بيقعد يتكلم كنت مركز مع منتخب مصر كلنا مركزين محدش اتكلم على الماتش ده بس يعني حبيت اقول لك بس هارد لك يعني الايام اللي جايه كتير شكرا يا كابتن اسلام بس بجد والله انت النهارده يا كابتن اسلام وانت مدير فني كل امانه وخلي بالك لما بتلاقي الدنيا بتروح منك مع كريم احترام حضرتك متخيل يا كابتن اسلام ان احنا كان في النهارده احتمال نخرج من الماتش ده خسرانين 3 نقط عاد حضرتك بكل امانه كلامنا كابتن مختار في مداخلته والله العظيم تحس بمدى الحسره قال لي اسلام انا وانا قاعد عمال افكر انا هعمل ايه ولا هقول للناس ايه ولا يعني كلاعب كوره وكلاعب كبير طبعا يعني انت فاهم الفكره؟ ايوه فاهم لا وحضرتك بجد والله احنا كلامنا دلوقتي والله كان هيتغير عن كده لو انت النهارده خسرت 3 نقط وده موزمبيق اضعف منتخب في المجموعه يعني طبعا بالشكل اللي انا شايفه كده قدامي في الدقيقه بدقيقه اللي بتاعت ماتش راس الاخضر وغانا يا جماعه بنتكلم على ماتش بيجي بونج راس الاخضر بتروح بفرصه غانا بترد بفرصه يعني انت هتلعب المباراتين الجايين اصعب ليك بس وان شاء الله نتفاداهم بس فكره في ايه؟ فكره كابتن اسلام ان انا النهارده كمدير فني لقيت الاوراق بتروح مني والدنيا بتصعب عليا يبقى لازم اخد قرار يفيد الفرقه لازم اخد قرار لمصلحه الفريق هننتظر هذا القرار المفروض في المباراه اللي جايه خلينا نطلع فاصل اخير ولو عايزين تعرفوا كل الاخبار الخاصه ب كأس الأمم الأفريقية من خلال هذا التقرير وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى نشوف في نهاية هذه الحلقة كيف يستطيع منتخب مصر أن يفوز على منتخب غانا في المباراة القادمة نا
نشر موقع ذا سيتيزن الجنوب افريقي تقريرا مفصلا عن ابرز لاعبي المنتخب المنتظر تألقهم في كأس الأمم الإفريقية، وركز التقرير بشكل رئيسي على بيرسي تاو نجم النادي الأهلي الذي قدم موسما رائعا رفقة القلعة الحمراء والمساهمة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا. كما سلط الموقع الضوء على خوليسو موداو لاعب فريق سان داونز الذي قدم أداء رائعا في المباريات الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بتمثيله تهديدا هجوميا، بالإضافة إلى تيبوهو موكوينا الذي أصبح الاسم الأول في قائمة فريق المدرب هوغو بروس. أشاد حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بحفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والذي أقيم أمس السبت قبل مباراة الافتتاح بين الأفيال وغينيا بيساو. ونشر حساب الكاف صورا من حفل افتتاح أمم إفريقيا 2023 في نسختها 34، وعلق قائلا: إفريقيا غير، يوم افتتاحي لا ينسى لكأس الأمم الإفريقية 2023. سيطر التعادل بهدف على المواجهة التي جمعت بين منتخب نيجيريا وغينيا الاستوائية على ملعب الحسن وطارة ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا. أحرز إيفان سلفادور هدف منتخب غينيا، فيما عدل المهاجم المخضرم فيكتور أوسيمين النتيجة سريعا لنيجيريا بعد مرور دقيقتين فقط. حدد المدير الفني جمال بالماضي هدف منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا في كوت ديفوار، وهو الذهاب بعيدا في البطولة، مشيرا إلى أنه يجب التأقلم مع الضغط وتحقيق الانتصار في المواجهة الأولى أمام منتخب أنغولا يوم غد، الذي يتميز بخط دفاع قوي ونزعة هجومية. يلتقي منتخب الكاميرون ونظيره الغيني يوم غد الاثنين في أول مواجهة لهما في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. ويبحث المنتخبان عن بداية مثالية في العرس الكروي القاري، حيث يستهدف كل طرف تحقيق الفوز في المباراة الأولى له وتفادي قدر الإمكان الهزيمة وبشكل أقل التعادل. أكد ساديو ماني قائد منتخب السنغال ونجم النصر السعودي أنه يتوقع منافسة صعبة في أمم إفريقيا، وستكون هذه المنافسة من أقوى النسخ في تاريخ البطولة، لأن جميع البلدان الكبرى موجودة ولدى الجميع هدف الفوز باللقب، وأن منتخب بلاده سيسعى لاستغلال تألق الجيل الذهبي الحالي لإضافة نجمة ثانية على القميص بعد اقتناص النجمة الأولى في النسخة السابقة. ويخوض السنغال مباراته الأولى غدا الاثنين ضد غامبيا. أعرب إيف بيسوما لاعب منتخب مالي والمحترف في صفوف توتنهام الإنجليزي عن سعادته البالغة وفخره الكبير بتمثيل منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أنه مع زملائه سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد الجماهير. ويقع النصور في المجموعة الخامسة مع منتخبات جنوب إفريقيا وتونس وناميبيا. أكد ريجوبرت سونغ مدرب منتخب الكاميرون أنه مع لاعبي سيسعون لإعادة كتابة التاريخ خلال كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 وتحقيق اللقب مثلما سبق وأن فعله الجيل السابق عام 1984 خلال النسخة الأولى من المنافسة التي احتضنتها كوت ديفوار، مشيرا إلى أنه توجد قصة نجاح بين الكاميرون وكوت ديفوار، وذلك قبل خوض الأسود غير المروضة أول مباراة في المنافسة أمام غينيا يوم غد الاثنين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كنا عمالين نحسب لأن دلوقتي الراس الأخضر جاب الجون، فأصبحت النتيجة 2-1. الجون اتحسب يا شباب صح؟ اتحسب. يبقى نتيجة 2-1 للراس الأخضر، وبالتالي الراس الأخضر هو أول المجموعة. لو لا قدر الله حصل حاجة في المباراة اللي جاية ما بينك وما بين غانا، شوف انت حطيت نفسك. انا بوري بس حضراتكم كيف وضع منتخب مصر نفسه في مأزق كبير جدا. صح؟ ده كان مصلحتنا ان غانا تكسب.
عشان تخرج يعني ايه خلاص تقول يعني لك آه خلاص يعني نحيد الراس الاخضر وموزمبيق نلعب عليهم احنا الاثنين. دلوقتي دخلت الراس كاف فيردي دخلت في اللعبه وواضح طبعا من المباراه من السرد اللي احنا شايفينه فريق قوي ولو عمل هجمات كتير على منتخب غانا ومنتخب غانا هيخش مباراه منتخب مصر ما عندوش ولا نقطه يا ثابت وبالتالي هيلعب بكامل يعني خلاص ماتش فعلا كل امانه حياه او موت لمصر وغانا الماتش الجاي. انا بتتكلم مصر داخله بنقطه غانا صفر كاف فيردي طبعا عندها موزمبيق واعتقد هم مرشحين بالشكل ده يكسبوا يوصلوا النقطه 6 وبالتالي هنا كاف فيردي وصلت النقطه 6 كابتن اسلام خلاص صعب هي اول صعب. مصر وغانا بقى يلعبوا على ايه على الثاني وافضل توالد نهار ابيض هنخش بصراحه ممكن اقول حاجه بقى كريم اتفضل طبعا المنتخب اللي عايز ياخد البطوله لا تقول لي غانا مصر مصر عندها امكانيات اقوى من غانا في كلاعيبه حقيقه معلش احنا عندنا سكواد نكسب اصلا الفريقين نصعد اول بس ناخد قرارات صح او ناخد ولا هو بالكلام ولا هو بالاسماء بس لا مش بالاسماء لازم الماتش الجاي انا شايف ان منتخب مصر قادر ان هو ياخد البطوله هتقول لي ازاي هقول لك الامكانيات شغلنا قادرين انا شايف كده انا شايف ان مصر قادره ان هي مصر احسن من غانا واحسن من راس الاخضر واحسن من موزمبيق 100 مره حقيقي غانا اصلا في تصفيات كاس العالم خسرانه اول ماتشين صح مصر عندها الامكان بس انا ازاي اوظف اللعيبه صح ما اقعدش اعند ياسر ابراهيم خلاص الماتش الجاي ما فيهوش هزار رجع مروان عطيه في المركز 6 ده اول نقطه ما فيش هزار 4-3-3 المنتخب مصر الماتش الجاي ياسر ابراهيم جنب محمد عبد المنعم محمد هاني ناحيه اليمين ناحيه الشمال محمد حمدي او فتوح محمد حمدي انا شايفه سواء هو او فتوح عادي طالما هتلعب بثلاثة ارتكاز الاخطاء اللي احنا شفناها النهارده مش عايزينها تتكرر اتنين في وسط الملعب ما تنفعش تماما لازم ارجع لثلاثة بتوعي في وسط الملعب مروان عطيه مش لازم اللعيب عشان محترف العبه مش لازم عشان النني بيلعب في الارسنال العبه اساسي ما انا عندي مروان عطيه بيلعب كاس عالم واخد احسن لعيب في كاس في مباراه اتحاد جده في كاس عالم للانديه ومحتك بخبرات واعلى لعيب وسط في مصر دلوقتي مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور الثلاثه دول ما يقعدوش احتياطي لحد في مصر من وجهه نظري الثلاثه دول حمدي يبقى مروان عطيه رقم 6 حمدي فتحي ناحيه اليمين هيديك اريحيه لمحمد صلاح ان هو ما يقدرش لو انت خايف ان صلاح ما بيدافعش احط حمدي فتحي ناحيه اليمين هيريحك كتير قوي امام عاشور لعيب زي امام ده ما يقعدش احتياطي احسن لعيب 8 في مصر انا عندي امكانيات وكواليتي اعلى من لعيبه غانا ومن الراس الاخضر عندي محمد صلاح ناحيه اليمين واحد من احسن 5 لعيبه في العالم وتريزيجيه وعندي مصطفى محمد انا شايف ان منتخب مصر قادر بس محتاج ان الراجل يبطل عند روي فيتوريا العب 1+1 بيساوي 2 الكوره ما فيهاش عند الكوره خلاص انا جربت حاجه الماتش اللي جاي انا مدي عذر شويه للعيبه في الرطوبه الماتش ده الماتش اللي جاي مش هديهم عذر ليه انتوا اتعودتوا على الاجواء محدش يقول لي بقى الرطوبه انتوا بقالكوا 5 أيام اهو وخمس ايام تانيين على يوم الخميس انا شايف ان منتخب غانا عامل زي منتخب نيجيريا عامل زي منتخب كوت ديفوار بشوف كده ان اللعيب المصري اللعيب العربي تحديدا عنده انتماء لبلده اكتر من اي حد بيلعب بروح اكتر اللعيبه دي بيغلب عليها الفرديه منتخب نيجيريا منتخب فردي منتخب غانا منتخب فردي اسماء بس يعني اندري ايو جوردن ايو اسماء كبيره بس بيغلب عليهم الفرديه احنا ميزتنا ان احنا طول عمرنا منتخب مصر منتخب جماعي عنده روح فاحنا لازم الماتش الجاي نلعب بواحد بطريقه اللعب المناسبه ايه طريقه اللعب المناسبه النهارده مشكله مصر الواضحه في وسط الملعب اللي خلت الناس تشوف حجازي وحش ايه ممكن حجازي يبدا الماتش الجاي ويظهر بشكل كويس بس انا احط 3 في وسط الملعب يامنوه ما ينفعش لعيب يبقى انا بلعب هاي لاين واحط حجازي وحاطط النني كمان 6 ما طبيعي ان دفاع مصر هينكشف لو لعبنا ب3 في وسط الملعب مروان عطيه تحديدا اللي انا شايف ان هو كان اهم لعيب عند روي فيتوريا جه في بدايه كاس الامم ما يحطوش اساسي غريب لازم جدا. لازم مروان عطيه يلعب في مكانه مروان عطيه رقم 6 حمدي فتحي ناحيه اليمين امام ده الحل دي الحل هنبدا بقى نقعد نحط زيزو ناحيه اليمين عشان صلاح ما بيدافعش والعب ب 4-4-2 واعمل تدخل ادوار واكشف دفاعي وحجازي يبان قدام الناس بالشكل ده وهاني يطلع ومنزل عمر كمال طب ما عمر كمال برضو بصراحه لازم نديله حقه وانا بعتبره واحد من اهم الصفقات اللي جت النادي الاهلي في يناير دلوقتي لعيب دولي لعيب نزل عمل جبهه كويسه جدا في ناحيه اليمين عمل عرضيات كتير فانا شايف ان روي بيتوريا خلاص الماتش الجاي انا بس يعني انا اتمنى من عمر ان هو ياخد باله من حاجه مش كل كره ياخدها يوم جاي ياخد على شماله وعاملها بشماله لجوه يعني ازاي يعني انا دايما
كباك رايت، احب الباك رايت لما بيجري على الخط يعمل الاوفر بيمينه. أوكي. يعني يطول الكره على الخط ويرفع العرضيه. لا بيرجع عمر، بيرجع عمر بيعمل ايه؟ بيعمل هو هيرفع قدامه فرصه ان هو يرفع، يقوم جاي لامم وعاملها بشماله داخله لجوه الجون، فبتبقى اسهل. ليه؟ لانها بتبقى بالونه اكتر، لكن الكرات دي اللي هو بيمينه هو بيوجدها بشكل رائع، فلو راح وعملها اوفر بالعرض وحد مصطفى محمد او احمد حسن كوكا او محمد صلاح تريزي اي حد من اللي موجودين راح تبقى اسهل، لان بتبقى الكره جايه قدامي، لكن الكره بتبقى دي جايه من ناحيه تانية خالص يعني، فاهم؟ بس فانا شايف بصراحه منتخب مصر يا جماعه والله عنده الامكانيات من اللعيبه والكواليتي ان احنا نقدر ناخد البطوله. انا شايف ان المنتخب بتاعنا منتخب قوي، محتاج روي فيتوريا يعالج الاخطاء الموجوده. وعلى فكره يا كريم، انت فاكر الارجنتين عملت ايه مع السعوديه في اول ماتش في كاس العالم؟ اتغلب. ما اتغلبت وخدت البطوله في كاس العالم. في كاس العالم بس هو ساعتها معلش برش نقول برضو يعني طيب. الارجنتين ساعتها خدوا قرارات سليمه، يعني مثلا دور ميسي في الملعب وميسي اعتقد بنفس حاله صلاح عندنا، يعني صلاح نجم كبير كلاس اي ما ينفعش تحط عليه واجبات دفاعيه، عايز يستغله في الهجوم. الراجل كان مفضي لميسي جزء كبير جدا جدا عشان يخليه يركز في الحته الاماميه، ما كانش في قفله في الملعب حتى. وافكركم واحد من افضل اللاعبين في الارجنتين ساعتها كان ديبالا، وديبالا كان مع ديبالا في الملعب بيروح لنفس الاماكن اللي بيروح فيها ميسي. ديبالا قعد احتياطي ولم يشركه تقريبا في المونديال غير يعني دقائق معدوده وقابل. طيب المباراه انتهت 2-1 لصالح كاب فيردي بهدفين مقابل هدف، وده بيصعد جدا 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 من موقف منتخب مصر. نتيجه ازمه لينا، نتيجه ازمه كبيره طبعا. جدا ليك، لانه يعني دخلت كاب فيردي، دخلت كاف كله دخل في اللعبه كده الاربع فرق. المشكلة لو صعدت تاني هتقابل كوت ديفوار. لا مش هتقابل كوت ديفوار، هتقابل السنغال. احنا قلنا مين؟ لا كوت ديفوار. كوت ديفوار لو صعدت اول المغرب في دور الثمانيه، لو صعدت اول لو صعدت تاني هتقابل كوت ديفوار في كوت ديفوار، والثالث اللي هو اول المجموعات بقى يا السنغال يا الجزائر. يا السنغال يا الجزائر. اوكي يعني طبعا احنا دلوقتي واو نقطه مهمه يا كابتن اسلام، احنا عشان نطلع دلوقتي اول لازم نكسب الماتشين الجايين صح عشان نبقى اول، مفيش اي مساحه تانية ان انت او الا لو الراس الاخضر اتعدلت مثلا مع موزمبيق مثلا يعني. طيب اخيرا بقى عشان ننهي هذه الحلقه، تشكيل منتخب مصر من وجهه نظرك المباراه القادمه، تشكيل وجهه مصر منتخب للتشكيل الافضل من وجهه نظري محمد الشناوي في حراسه المرمى، الاثنين المساكين انا بشوف ياسر ابراهيم يرجع. عايز تشكيل اللي انت عايزه. ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم تمام. ناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد، ناحيه الشمال احمد فتوح، الثلاثه اللي في وسط الملعب مروان عطيه ستة، حمدي فتحي ناحيه اليمين عشان يخلي يساند محمد صلاح في الادوار الدفاعيه، امام عاشور ناحيه الشمال، الثلاثه اللي قدام محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. متفق على نفس التشكيل ده؟ نفس التشكيل. نفس التشكيل عموما. اذا كان هناك من يريد ان يفوز في المباراه القادمه باي 11 بقى، واحد غير اللي قالهم احمد، غير اللي قالهم ثابت، غير اللي قالهم كريم، ما عنديش اي مشكله، سنظل مساندين لاي 11 واحد هيكونوا موجودين لمنتخبنا الوطني ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي، لانها مباراه حاسمه. في مباريات كده يا جماعه الواحد هو لعيب بيفكر فيها، وفي مباريات بتعدي عليك ما بتاخدش بالك منها. فالمباراه دي مباراه يوم الخميس اللي جاي دي مباراه من المباريات اللي انت كلاعب هتقعد تفتكرها لوقت طويل، سواء ربنا كرمك وكسبت او لا قدر الله حصل حاجه تانية. خلي بالكوا، لانه لو لا قدر الله حصل حاجه تانية انت بنسبه 80 90% بره الماتش، بره البطوله. بنسبه كبيره جدا جدا بره البطوله، خلي بالكوا. فعشان كده لانه ساعتها موزمبيق هتسعى انها تخش ثالث. فيعني وهيبقى فرصها افضل لما صح. تيجي تلعب بس احنا برضه لغايه دلوقتي كنت سامع ما نعرفش المجموعات الثانيه هتمشي ازاي، لان افضل توالت انت هتاخد اربعه من ست مجموعات، فانت ما تضمنش، ممكن مجموعه تلاقي مثلا ثلاث فرق واخدين ست نقط. صحيح. ما تعرفش كسبوا بعض. لو الراس الاخضر كسبت وغانا كسبتنا هتبقى وموزمبيق دلوقتي هيبقى لك امل، هيبقى لك امل احسن توالت كاربع نقط. بس هي الفكره في ايه؟ انت ما تاني انت ما تضمنش. وفي نقطه مهمه جدا عشان يعني برضه اقول لك يا كابتن اسلام، ان السنه اللي المره اللي فاتت النسخه اللي فاتت احنا اتغلبنا من نيجيريا اول مباراه، لكن كنا اتغلبنا اي اقوى ماتش الله ينور عليك. احنا دلوقتي بادئين بالعكس، احنا بادئين باضعف منتخب وكان من الواجب ان احنا قدر الله ما شاء الله. عموما احنا بس بنحكي مع حضراتكم لانه الثلاث ايام اللي جايه برضو هنقعد نتكلم عن هذه الامور، وعن ان شاء الله كيفيه ان منتخب مصر يستطيع ان يفوز
في المباراة القادمة. كل الدعم وكل المساندة لمنتخبنا الوطني، كل الدعم وكل المساندة لروي فيتوريا خلال الفترة القادمة، كلنا في ظهركم. 120 مليون مصري في ظهر منتخبنا إن شاء الله خلال الأيام القادمة عشان يستطيع يفوز على منتخب غانا ونصعد إن شاء الله للدور القادم في كأس الأمم الأفريقية. شكرا جزيلا يا سيد على وجودك معنا. شكرا إسلام، بالتوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.